السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الرابع حساب مثلثات لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2024، وهو درس الزوايا المنتسبة. الدرس المهم جدا جدا، عصب حساب المثلثات، الدرس التأسيسي لعلم حساب مثلثات، وبلغنا أهميته ووضحناها في فيديوهات الشرح. طبعا نزل لك فيديوهات الشرح جزئين موجودين في قوائم التشغيل. حلينا مع بعض 80 اختر بالكامل، كانوا 60 سؤال، وقلت لك لو عايز تستفاد اكتر في فيديو السنه اللي فاتت كانوا 73 سؤال، فيهم افكار برضو تانيه، فيها افكار جميله تقدر تشوفها بامر الله. هنحل مع بعض الاسئله المقاليه بالكامل بامر الله، وصدقني بانتهاء الدرس ده يعتبر فرع حساب المثلثات خلص. الدرس اللي جاي سواء التمثيل البياني للدوله المثلثيه او اللي بعده لايجاد زاويه بدلاله النسبه المثلثيه بتاعتها، دروس سهلة وبسيطة وتعتبر تطبيق على اللي فات كله بأمر الله. لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان أكبر قدر من زمايلك يستفيدوا بأمر الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الأول بيقول لي أوجد قيمة كل مما يأتي. السؤال الأول بيقول لي جا 150، فهو مش عايزك تعمل كده، مش عايزك تجيب الآلة وتقوم عامل ساين 150 وتقول يا باشمهندس الناتج بيساوي كام؟ بيساوي نص. لا، هو مش عايز كده، هو عايز تعملها بدلالة الزوايا المنتسبة. بمعنى أنا ممكن أقول جا ال 150 ده عبارة عن 180 ناقص 30. واحد تاني هيقول لي لا يا باشمهندس ده عبارة عن جا 90 زائد 60. والله أقول لك الاتنين صح، تمام. هنا 180 ناقص في الربع التاني والجا موجبة وال 180 ما بتتغيرش، يبقى كأنها جا 30، وأنت عارف إن جا 30 بقى بكام؟ بنص. طب 90 زائد في الربع الثاني والجا موجبه، ولكن ال 90 هتغير الجا هتخليها جتا، يبقى دي كانها جتا 60 وجتا 60 برضه في نص، يبقى في كلا الاحوال هيطلع الناتج معاك نص. بس دايما انا بفضل تروح للزاويه 180 او 360 لان مش هتغير النسبه المثلثيه بتاعتك. عملتها كده قلت لك هيطلع نفس الناتج بامر الله. طيب رقم 2 بيقول لي ق 210، يبقى دي عباره عن ق، وال 210 180 زائد ال 30. 180 زائد في الربع الثالث والقا مقلوب الجتا، والجتا في الثالث سالبه يبقى القا سالبه، وال 180 ما بتغيرش يبقى كانها سالب قا 30. تمام، ادي السالب. هسالك سؤال، هي جتا 30 بكام؟ لان دي قا. والله جتا 30 بجذر 3 على 2 مقلوبها يبقى سالب 2 على جذر 3، يبقى الكلام ده يا باشمهندس بسالب 2 على جذر 3، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. تمام. السؤال رقم 3 بيقول لي ظا 240، نفس الفكرة، هقول دي عبارة عن ظا، وال 240 180 زائد ال 60. 180 زائد في الربع الثالث والظا موجبة وال 180 ما بتغيرش يبقى كأنها ظا 60، وظا 60 يا باشمهندس اللي هي بجذر 3، يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ جذر 3. تمام. جتا سالب 150، لاحظ ان الجتا بتاكل السالب، تاني الجتا بتاكل السالب، يعني كانه بيقول لك جتا 150 اللي هي عباره عن جتا، وال 150 180 ناقص 30. 180 ناقص في الربع التاني والجتا سالبه وال 180 ما بتغيرش يبقى كانها سالب جتا 30. ادي السالب وجتا 30 بجذر 3 على ال 2، يبقى هي سالب جذر 3 على ال 2، ويبقى انا مسالتي خلصت. بيقول لي ظا 225، مفيش مشكلة، أدي ظا، وال 225 عبارة عن 180 زائد 45. 180 زائد 45 225، مظبوط. 180 زائد في الربع الثالث والظا موجبة، أدي ظا، وال 180 ما بتغيرش وأسيب الزاوية يبقى كأنها ظا 45، وظا 45 بيساوي 1، ويبقى أنا كده سؤالي خلص. بيقول لي قطع 11 باي على 6، طب ما تيجي نحسب الزاوية دي الأول. 11 في 180 على 6 تطلع ب 330، يعني كأنه عايز منك قتا 330. والله أقول له دي عبارة عن قتا، وال 330 عبارة عن 360 ناقص 30. 360 ناقص في الرابع والقتا مقلوب الجا، والجا في الرابع سالبة، يبقى القتا سالبة. وطبعا ال 360 ما بتغيرش يبقى دي كأنها سالب قتا 30، القتا مقلوب من الجا. طب ما انت عارف ان جا 30 بنص، تمام، ادي سالب، والقطع مقلوب الجا يبقى مقلوب النص اللي هو 2، يبقى الناتج بتاعي سالب 2، ويبقى انا كده سؤالي خلص يا باشمهندس. خلاص يبقى عرفت بتتعامل معاها ازاي؟ زي الفل. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي زطا 780، هتلاقي ان 780 دي زاويه كبيره، تمام، هات المكافاه.
يعني قول لي 780 ناقص 360 لسه كبيرة، اطرح كمان 360 فتطلع 60، يعني الزاوية المكافئة بتاع 780 هي 60، فكأنها الزاوية 60. أنا عارف إن الزاوية 60 بجذر 3 والزاوية مقلوب الزاوية، يبقى دي 1 على جذر 3. خلاص يبقى الإجابة بتاعتي مباشرة أنا مش مهندس ب1 على جذر 3. جتا سالب 900، قلنا مبدئيا الجتا هتاكل السالب، يبقى كأنها جتا 900، كلام عظيم وزي الفل. بس 900 دي زاوية كبيرة، هجيب لها المكافأة، يبقى 900 ناقص 360 ناقص 360 كمان بقت 180، يبقى الجتا 900 بتكافئ الجتا 180، والجتا 180 دي على محور السينات السالب، يبقى الناتج بالنسبة لي سالب 1 يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. طب الجا بقى بتعمل ايه في السالب؟ الجا بتطرد السالب بره، يعني السالب ده هيطلع بره، ويبقى دي كأنها جا 4 باي على 3. ركز كده معايا، 4 في 180 على 3 هتطلع 240، يبقى كأنها سالب جا 240. ادي السالب وادي الجا، وال 240 180 زائد 60، ادي السالب 180 زائد في الربع الثالث، خلاص، والجا في الثالث سالبه فهتحط كمان سالب، اوعى تنسى الكلام ده. وال 180 ما اتغيرش، يبقى جا 60. سالب في سالب بموجب، يبقى كأنها جا 60، وجا 60 بجذر 3 على الاثنين، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس بجذر 3 على الاثنين. خلاص خلي بالك من نقطه سالب دي. القا مقلوب مين؟ القا مقلوب الجتا، والجتا بتاكل السالب، يبقى القا هتاكل السالب، يعني دي كأنها قا 2 باي على 3. طب ما تيجي نحسب كده يا باشمهندس، 2 باي على 3، 2 في 180 على 3 يبقى 120، يبقى كأنها قا 120، اللي هي بتساوي قا، ال 120 عبارة عن 180 ناقص 60. القا مقلوب الجتا، والجتا في الثاني سالبة، يبقى القا سالبة، حط إشارة سالب، وال 180 ما اتغيرش، يبقى كأنها سالب قا 60. ادي السالب، القا مقلوب الجتا، طب هي جتا 60 بكام؟ جتا 60 بنص، يبقى مقلوبها 2، يبقى الاجابه بتاعتي سالب 2 يا باشمهندس، ويبقى السؤال 10 كده خلص ومفيش فيه مشكله. لسه قايلين برضو في اللي قبلها، القا مقلوب الجتا، والجتا بتاكل السالب، يبقى القا بتاكل السالب، يبقى دي كانها جا قا معذره 480، طب ما دي زاويه كبيره، هطرح منها 360، يبقى دي قا 480، اعملها بالآلة مفيش مشكلة، ناقص 360 هتطلع معاك قا 120. ال 120 اللي أنا ممكن أكتبها 180 ناقص 60. 180 ناقص في الربع الثاني، والقا مقلوب الجتا سالبة، يبقى دي سالب. وال 180 ما بتغيرش، يبقى كأنها سالب قا 60. تمام؟ مش إحنا لسه عاملين سالب قا 60 ده أعتقد؟ أعتقد لسه عاملينها بسالب 2، لأن جتا 60 بنص، يبقى مقلوبها اللي هو 2 وفي إشارة سالب. لسه عاملينها اعتقد في السؤال اللي قبل. خلاص جميل جدا. جا سالب 7 باي على 4، قلنا الجا بتطرد السالب، يبقى ده كانه سالب جا 7 باي على ال 4. تمام، تعالى يا باشمهندس نشوف الزاويه، يبقى 7 في 180 على ال 4 طلعت ب 315، يبقى دي سالب جا 315، يبقى دي سالب، وجا 315 عباره عن 360 ناقص 45، 360 ناقص في الربع الرابع، والجا سالبة، فخلي بالك في إشارة سالب وفي سالب كمان من إشارة الدالة، و360 ما اتغيرش، يبقى جا 45. سالب في سالب يبقى موجب، وجا 45 بواحد على جذر 2 أو جذر 2 على 2، يبقى أنا بالنسبة لي كده يا باشمهندس الإجابة بتاعتي واحد على جذر 2، وهو ده كده السؤال الأول. خلاص السؤال الأول مش عايزك تستعمل الآلة الحاسبة، عايزك تعتمد على خواص الدوال المثلثية والزوايا المنتسبة. طيب السؤال رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي جتا 120، الفكره برضو هنا ان احنا لازم نحولها زوايا منتسبه، معلش خلاص، يعني ال 120 دي ادي جتا اهي، وال 120 انا اقول 180 ناقص 60 زائد ادي الظا، وال 225 عباره عن 180 زائد 45 زائد ادي القتا، ال 330 360 ناقص 30 زائد 420، دي زاويه كبيره، فانا اقول 420 هطرح منها 360 فهتطلع بالنسبه لك 60، يبقى دي كانها جتا 60، جبت المكافاه. تمام، 180 ناقص في الربع الثاني، والجتا سالبه، وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي سالب جتا 60. 180 زائد في الثالث والظا موجبه، وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها زائد ظا 45. القتا مقلوب الجا،
360 ناقص في الربع الرابع والجا في الرابع سالبة، فيبقى سالب في موجب يبقى الإشارة هنا سالب، وال 360 ما بتغيرش يبقى كأنها سالب قتا 30 زائد جتا 60. خلاص كلام جميل جدا. تعالى بقى، ممكن اصلا سالب جتا 60 تروح مع جتا 60، مفيش مشكله. ايه المشكله؟ بدل ما احسب كل واحده، الظا 45 بواحد ناقص القتا 30، انت عندك الجا 30 بنص، يبقى مقلوبها اللي هو 2، وما تنساش ان في اشاره سالب، يبقى 1 ناقص 2، يبقى الاجابه بتاعتك سالب 1. يبقى اجابه السؤال الاول يا باشمهندس بكل بساطه وسهوله هو سالب 1. تمام، تعالى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 2. بيقول لي جا 150، يعني دي جا، وال 150 عباره عن 180 ناقص 30 مضروب في جتا سالب 300. الجتا بتاكل السالب، يبقى دي كانها جتا 300، سيبك من السالب، يبقى دي جتا، وال 300 ده عباره عن 360 ناقص 60. جميل جدا. زائد جتا 930، دي زاويه كبيره، هجيب المكافاه، يبقى قلت 930 ناقص 360 لسه كبير ناقص 360، فتطلع 210، يعني 930 بتكافئ ال 210، يبقى دي يا باشمهندس جتا، وال 210 180 زائد 30 مضروب في زطا 240، ادي الزطا، وال 240 180 زائد 60. تمام، يلا 180 ناقص في الثاني والجاب موجبه، وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها جا 30. في 360 ناقص في الربع الرابع والجتا موجبه، و360 ما بتغيرش، يبقى كانها جتا 60. كلام جميل. زائد 180 زائد في الربع الثالث والجتا سالبه، يبقى في اشاره سالب، وال180 ما بتغيرش، يبقى دي جتا 30. في زطا 180 زائد في الثالث والزطا موجبه، وال180 ما بتغيرش، يبقى كانها زطا 60. كلام جميل جدا. جا 30 بنص في جتا 60 بنص موجب في سالب بسالب، جتا 30 بجذر 3 على 2 في زتا 60، الزا 60 بجذر 3، يبقى مقلوبها 1 على جذر 3، نص في نص يبقى ربع. تمام، الجذر 3 هتروح مع الجذر 3 يبقى ناقص نص، ربع ناقص نص يبقى سالب ربع، يبقى الاجابه بتاعته يا باشمهندس هتطلع في الاخير بسالب ربع، وده كده السؤال الثاني. تمام، السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال اللي تحسه طويل ولكن صدقني في الفاضي خالص يا باشمهندس ما تشغلش بالك. بيقول لي ظا 2 باي على 3. انا هبدا احسب الزاويه دي 2 باي على 3، او تعالى نحسب الزاويه دي لانها كلها منتسبه. تمام، ادي 2 في 180 على 3، يبقى دي كانها 120، اهو كتبت هنا 120. طب 11 في 180 على 3 طلعت ب 660، دي زاويه كبيره، اطرح 360 تبقى 300، يبقى الزاويه دي بتكافئ كام؟ 300. طيب 11 باي على 6، لا دي ما جبناهاش. تمام، 11 في 180 على 6 330، يبقى دي بتكافئ 330. طب 19 باي، يبقى 19 في 180 على 6 570، دي زاويه كبيره، اطرح منها 360، يبقى دي بتكافئ ال 210. طب 25 باي على 6، يبقى 25 في 180 على 6 750، دي زاويه كبيره، اطرح 360، لسه كبيره، اطرح 360، يبقى 30، يبقى الزاويه ده هي بتكافئ 30. القتا مقلوب الجا، يبقى هتطرد السالب، سيبك من السالب دلوقتي، يعني سيبك من اشاره السالب كانك مش شايف، هات 19 باي على 3، يبقى 19 في 180 على 3، زاوية كبيرة جدا، اطرح 360، لسه كبيرة، اطرح 360، لسه كبيرة، اطرح 360، يبقى بتكافئ ال 60، يعني ده كأنها سالب 60. خلاص، دي أول خطوة في المسألة، جبت الزوايا المكافئة. تعالى نشتغل، ظا 120 اللي هي ظا 180 ناقص 60 في آدي القاء، ال 300 دي عبارة عن 360 ناقص 60، تمام؟ زائد الزطا 330، ادي الزطا، و330 360 ناقص 30 في القتا 210، ادي القتا، وال210 عباره عن 180 زائد 30 زائد ظا 30، عادي سيبها ظا 30 في القتا مقلوب الجا، والجا بتطرد السالب، يبقى القتا هتطرد السالب، يبقى دي كانها سالب قتا 60. تعالى نشتغل، يلا 180 ناقص في الربع الثاني والظا سالبه، وال180 ما اتغيرش، يبقى كانها سالب ظا 60 في القا مقلوب الجتا. تمام، 360 ناقص في الرابع والجتا موجبه، يبقى القا موجبه،
و360 ما بتغيرش، يبقى كأنها جتا 60. جميل جدا. زائد 360 ناقص في الربع الرابع والظبطة سالبة، يبقى دي سالب، و360 ما بتغيرش، يبقى كأنها سالب ظطاء 30. في 180 زائد في الثالث والقطع مقلوب الجا يبقى سالبة، يبقى دي بالنسبة لي سالب، وال180 ما بتغيرش، يبقى دي كأنها قطع 30. تمام تمام. زائد ظا 30 بواحد على جذر 3. في ادي السالب اهو، القطع 60، القطع مقلوب الجا، وجا 60 بجذر 3 على 2، يبقى مقلوبها 2 على جذر 3. خلاص دي كده يا باشمهندس الشكل المفروض النهائي بتاعنا. تمام، ادي السالب ظا 60 بجذر 3 في جتا 60 اللي هي بنص. تمام، موجب في سالب، او ممكن اقول لك سالب في سالب بموجب، فالاثنين سالب دول هيلغوا بعض. تمام، ظا 30، ظا 30 بواحد على جذر 3، مقلوبها يبقى جذر 3. في القطع 30، القطع مقلوب الجا، وجا 30 بنص، يبقى مقلوبها بالنسبه لي 2. تمام جدا. هنا موجب في سالب بقى بسالب، 1 في 2 ب 2، وجذر 3 بجذر 3 بكام؟ ب 3. يبقى المفروض يا باشمهندس هو ده كده الشكل النهائي بتاعنا. تمام، سالب جذر 3 على 2 بالنسبه لي هنا، يبقى سالب جذر 3 على 2، وهنا جذر 3 في ال 2، جذر 3 في ال 2 اللي هي موجب 2 جذر 3، وفضل هنا بالنسبه لي سالب 2 على ال 3. لا كده بقى في حاجه غلط، لان هي طالعه سالب 2 على 3، يبقى المفروض في واحده من دول هتتلغى. تمام، بسم الله. هيبقى ظا 30، قلنا ظا 30 بواحد على جذر 3 مقلوبه جذر 3، والقطع مقلوب الجا 30 بنص، يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس دي كده 2، صح؟ يبقى بالنسبه لي الغلطه فين؟ الغلطه هنا، دي ق، دي معذره ق، هتبقى ق 60. القا مقلوب الجتا، فجتا 60 بنص، يبقى دي ب 2، صح كده؟ يبقى دي سالب جذر 3 في 2 بسالب 2 جذر 3. فالسالب 2 جذر 3 هتروح مع ال 2 جذر 3، فيفضل لك سالب 2 على 3. خلاص؟ احنا قلنا مقلوب الجتا ونقلناها جتا، لا هي قا يا باشمهندس. خلاص؟ يبقى بالنسبه لي فعلا الاجابه بتاعتي بسالب 2 على ال 3، ويبقى كده السؤال الطويل ده كده خلص ومفيش ادنى مشكله بامر الله. خلاص؟ السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول له اثبت صحه المتساويات الاتيه، نفس الفكره هو شغال فيها. الجتا هتاكل السالب، يبقى دي كانها جتا 300. في 420 دي زاويه كبيره، فانا اقول 420 ناقص 360 يبقى 60، يبقى كانها يا باشمهندس جا 60 ناقص جتا 750، برضه 750 دي زاويه كبيره، ف 750 ناقص 360 لسه كبيره، اطرح كمان 360 يبقى 30، يبقى دي بالنسبه لي جتا 30. في جتا 660 برضه زاويه كبيره، اطرح منها 360 تطلع 300، يبقى دي بتكافئ جتا 300. طيب بص يا باشمهندس، دي جتا 300 في الجا 60، انت عارف انت ممكن تعمل ايه بكل بساطه؟ تعالى هتسيب الجتا 300، انت عارف لو عايز تفكها مفيش مشكله. تمام، بس دي جتا 300 في جا 60، صح؟ ما جا 60 بجذر 3 على ال 2 في الجتا 300، مش هفكها واقول لك ليه. ادي ناقص الجتا 30 بجذر 3 على ال 2 جتا 300. فلو انت ملاحظ جذر 3 على 2 جتا 300 وسالب جذر 3 على 2 جتا 300 عدد ومعكوسه الجمع، يبقى اكيد الناتج صفر. هو انا لازم افك الجتا 300 بالزاويه المنتسبه؟ لا مش لازم، يبقى انا ممكن اشتغل كده وده رياضيا صح جدا، ودي مساله خلص. لو انت عايز تفكها بقى خلي دي جتا 360 ناقص 60، وهتطلع معاك جتا 60 في الاخر بالزوايا المنتسبه. تمام، هتبقى جذر 3 على 2 في نص ناقص جذر 3 على 2 في نص عدد ومعكوسه الجمعي، برضه يبقى الناتج بتساوي صفر. خلاص، شغل دماغك هتلاقي الموضوع سهل جدا بامر الله. تمام تمام يا باشمهندس وزي الفل، دي كده في خطوه واحده. تعال نشوف رقم 2، جا 600، والله 600 دي زاويه كبيره، يبقى 600 ناقص 360 تطلع 240، يعني دي بتكافئ جا 240، وقلنا الجتا بتاكل السالب، يبقى دي كانها جتا 30. زائد ادي جا 150 والجتا بتاكل السالب، يبقى دي كانها جتا كام؟ 240. تمام، ركز معايا، ال 240 دي هقول جا 180 زائد 60، ودي جتا 30 مفيش فيها مشكله، وال 150 هقول جا 180 ناقص 30 في جتا 240 اللي هي 180 زائد كام؟ زائد 60. 180 زائد في الثالث والجا سالبه، وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي سالب جا 60 في جتا 30. 180 ناقص في الثاني والجا موجبه وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي جتا 30. 180 زائد في الثالث والجتا سالبه،
وال180 ما اتغيرش يبقى دي سالب جتا 60. سالب اهو جا 60 بجذر 3 على 2 في جتا 30 بجذر 3 على 2. موجب في سالب بسالب، جا 30 بنص في جتا 60 بنص. هنا بقى سالب اهو جذر 3 بجذر 3 يبقى دي سالب 3، و2 في 2 ب 4، وهنا ناقص نص في نص بربع، يبقى سالب 3 ارباع وسالب ربع يبقى الناتج سالب 1. خلاص يبقى انا كده يا باشمهندس المفروض ان الناتج بتاعي بيساوي سالب 1، وفعلا هو بيقول لك اثبت ان هي بتساوي كام، بتساوي سالب 1. خلاص هل فيها مشكله؟ سهله جدا بامر الله. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 3 بيقول لي جا 150، تعال نشتغل على طول يلا. ادي جا 150 اللي هي 180 ناقص ال 30 في ظ 225، يبقى ظ 180 زائد 45 زائد جتا 315 اللي هي 360 ناقص 45. القا مقلوب الجتا يبقى هتاكل السالب زيها، يبقى دي كأنها قا 120، يعني ممكن اكتبها قا 180 ناقص 60. جاب تطرد السالب يبقى دي سالب بره وادي الجا، وال 135 180 ناقص 45 في القطع 210 اللي هي 180 زائد ال 30. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. 180 ناقص في الثاني والجام موجبه وال 180 ما اتغيرش يبقى دي جا 30، في 180 زائد في الثالث والظا موجبه وال 180 ما اتغيرش يبقى ظا 45 زائد 360 ناقص في الرابع والجتا موجبه وال 360 ما اتغيرش يبقى دي جتا 45 في 180 ناقص في الربع الثاني والقا مقلوب الجتا والجتا في الثاني سالبه يبقى القا سالبه وال 180 ما اتغيرش يبقى سالب قا 60. خلي بالك في هنا اشاره سالب، تمام. 180 ناقص في الثاني والجا موجبه وال 180 ما اتغيرش يبقى جا 45، 180 زائد في الثالث والقطة في الثالث اللي هي مقلوب الجا هتبقى سالبه، يبقى في هنا اشاره سالب، وال 180 ما اتغيرش يبقى دي سالب قتا 30، تمام. جا 30 بنص في ظا 45 بجذر 2 على 2، تمام؟ لا ظا 45 بواحد، معذرة بواحد، يبقى نص في واحد، دي مش جا. طب جتا 45 هي اللي بجذر 2 على 2، تمام؟ أو واحد على جذر 2، في سالب القا 60، الجتا 60 بنص يبقى مقلوبها اللي هو 2، يبقى دي في سالب 2. خلي بالك سالب في سالب ده يبقى موجب، وجا 45 بجذر 2 على 2، القتا 30، القتا مقلوب الجا، صح؟ دي مقلوب الجا، والجا 30 بنص يبقى مقلوبها اللي هو 2، تمام. نص في واحد بنص، وهنا موجب في سالب بسالب، والاثنين هتروح مع الاثنين فيفضل لك جذر 2، وهنا الاثنين هتروح مع الاثنين فيفضل لك موجب جذر 2، فالسالب جذر 2 هتروح مع الموجب جذر 2 يفضل لك في الاخير نص، يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس بتساوي نص بامر الله. خلاص ده كله كده اسئله ممتعه ان هي ايه شغاله معاك زوايا منتسبه. تعالى بقى ندخل على المهم واكتر نسبه بتيجي في الامتحان. بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاويه قياسها ثيتا في وضعها القياسي بيقطع دايره الوحده في النقطه دي. طب ما انا عارف ان الاول هو الجتا، يبقى كده الجتا ثيتا بسالب 3 على 5، وعارفين ان الثاني هو الجا، يبقى الجا ثيتا ب 4 على 5. فبيقول لي رقم 1 جا 180 زائد ثيتا، 180 زائد في الربع الثالث والجا سالبه، وال 180 ما بتغيرش يبقى دي كانها سالب جا ثيتا. ادي السالب والجا ثيتا ب 4 على 5، يبقى اول واحده يا باشمهندس الناتج سالب 4 على 5. خلاص دي رقم 1. رقم 2 جتا باي على الاثنين اللي هي 90، 90 ناقص في الربع الاول كل الدوال موجبه، وال 90 هتغير الجتا تخليها جا، يبقى كانها جا ثيتا، وانا معايا ان جا ثيتا ب 4 على 5 ودي رقم 2. رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي ظا 360 ناقص في الرابع والظا سالبه، وال 360 ما اتغيرش يبقى دي كانها سالب ظا ثيتا. طب مش انا معايا الجتا ومعايا الجا، طب ما تيجي نجيب الظا ثيتا. ما انا عارف ان الظا هي جا على جتا، صح؟ تمام. فالجا 4 على 5، واقلب العلى فيه وشقلب دي تبقى سالب 5 على 3. فدي هتروح مع دي يبقى سالب 4 على 3، دي خليها معاك. فسالب ظا ثيتا سالب في سالب هيبقى موجب ويبقى الناتج 4 على 3، يبقى ثالث واحده دي يا باشمهندس ب 4 على 3. طب تعالى نشوف رقم 4. 3 باي على 2 اللي هي 270، 270 ناقص في الربع الثالث والقطع مقلوب الجا، والجا في الثالث سالبه، وال 270 هتغير القطع يبقى كانها سالب قا ثيتا. ادي السالب والقا مقلوب الجتا، لما شقلب دي هتبقى سالب 5 على 3،
سالب في سالب وموجب يبقى 5 على 3، يبقى رقم 4 ب5 على 3. رقم 5 بيقول لي ق سيتا زائد باي، لا انا هخليها ق باي زائد السيتا، والباي اللي هي 180، 180 زائد في الثالث والقا اللي هي مقلوب الجتا سالبه، وال180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها سالب قوسيتا. وخلي بالك سالب قوسيتا لسه جايبينها فوق اهي، سالب قوسيتا لسه جايبينها ب5 على 3. تعالى نشوف رقم 6 دي يا باشمهندس، بيقول لي سيتا ناقص الباي، انا هعمل فيها ايه؟ تعالى اقول لك بتعمل في الحاجات دي ايه. ادي جاي بص، دي سيتا ناقص باي اللي هي 180، هي فيها حاجه لو انت زودت دوره؟ لا. يبقى انا هقول سيتا ناقص 180 وهزود عليها 360، ما انا زودت دوره ما خليتش بالمساله. يبقى ادي جاي ركز معايا، سالب 180 و360 يبقى 180، وهيفضل لي موجب سيتا. 180 زائد في الربع الثالث يبقى في سالب، لان الجا سالبه وال180 ما اتغيرش، يبقى سالب جا سيتا. وسالب جا سيتا لسه حاسبينها في رقم 1 بسالب 4 على 5، يبقى الاجابه بتاعتي بسالب 4 على 5. يبقى لما تلاقي الزاويه سالبه زود عليها 360 وانت قلبك مطمن، خلاص؟ تعال نشوف السؤال رقم 5، بيقول لي اذا كان الزاويه الموجهه، اذا كانت الزاويه الموجهه التي قاسها سيتا في الوضع القياسي، ضلعها النهائي يمر بالنقطه دي. طب ما احنا عارفين ان هو الجتا، يبقى الجتا سيتا بجذر 5 على 3، والتاني ده اللي هو جا يبقى جا سيتا ب 2 على 3. طب ما تيجي نجيب الظاهر اللي هي جا اللي هي 2 على 3 على جتا، ادي جتا اقلب العلى في وشقلب الكسر، يبقى 3 على جذر 5، دي هتروح مع دي يبقى 2 على جذر 5. يبقى انت كده وصلت للظاهر ومجهزها عشان لو احتاجناها، تمام. رقم 1، 270 زائد 270 زائد في الرابع والجا سالبه، وال270 هتغير الجا، يبقى دي سالب جتا سيتا. طب ما الجتا سيتا بجذر 5 على 3، يبقى سالب جذر 5 على 3، دي اول واحده. رقم 2، 270 زائد سيتا، 270 زائد في الربع الرابع والقا مقلوب الجتا، والجتا في الرابع موجبه، يبقى الجتا موجبه، وال270 هتغير القا فهتخليها قتا سيتا، والقتا مقلوب الجا، يبقى دي 3 على 2، يبقى تاني واحده يا باشمهندس بالنسبه لي بكام؟ ب 3 على 2. رقم 3، سيتا زائد باي على 2، طب معلش ما تخليها جتا قتا، باي على 2 قولها 90، فهجيب ال 90 بس في الاول، يبقى 90 زائد السيتا، 90 زائد في الثاني والقتا مقلوب الجا، والجا في الثاني موجبه، يبقى القتا موجبه، وال90 اتغير، يبقى دي كانها قاسيتا، والقا مقلوب الجتا، فلما شقلب دي هتبقى 3 على جذر 5، يبقى الاجابه بتاعت الباشمهندس 3 على جذر 5. رقم 4، باي على الاثنين اللي هي 90، 90 ناقص في الاول وال90 بتغير، هتغير الظا، طبعا كل الدوال موجبه، يبقى ظا تسيتا، والظا مقلوب الظا، فهشقلب دي يبقى جذر 5 على 2. خلاص عرفت ان انت بتجهز الظاهر بتبقى الدنيا سهله معاك، تمام. رقم 5، سيتا ناقص 180 لسه قايلين، ادي ظا اهي، ادي سيتا ناقص 180 زود 360 وانت قلبك مطمن. ليه؟ لان دي دوره مش هتخل بحاجه، ادي ظا، سالب 180 و360 يبقى 180 زائد السيتا، 180 زائد في الثالث والظا موجبه وال180 ما اتغيرش، يبقى دي ظا سيتا، الزطا مقلوب الظا احنا لسه جايبينها في رقم 4، يبقى برضو جذر 5 على الاثنين. القا سالب سيتا، القا بتاكل السالب زي الجتا، يبقى دي يا باشمهندس كانها قا سيتا، والقا مقلوب الجتا، فما تشقلب الجتا يبقى 3 على جذر 5. خلاص يبقى الاخيره يا باشمهندس مباشره ب 3 على جذر 5. خلاص كده خلصنا يا باشمهندس مجموعه الاسئله دي، هنقطع بس شويه ورق ونرجع نكمل بامر الله. السؤال رقم 6 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان سيتا قياس زاويه حاده موجبه، تمام، في الوضع القياسي، ويقطع ضلعها النهائي دائره الوحده في النقطه باء، عباره عن س و3 على 5، تمام. الس دي اللي هي الجتا، و3 على 5 دي كانها الجا، يبقى انا كده عرفت ان الجا سيتا عباره عن 3 على 5، بس انت ما خدتش بالك من كلمه زاويه حاده موجبه، يبقى انت ربع اول، وانت شاطر عارفني بحب اقسم الرباع وارسم المثلث، تمام، ادي الزاويه سيتا. طب ما هي الجا مقابل بثلاثة على الوتر بخمسة من فيثاغورس دي بأربعة، يبقى أنا كده برضو عرفت الجتا سيتا، ما الجتا مجاور على وتر يبقى أربعة على خمسة. طب ما أنا عرفت الظا سيتا، الظا مقابل على مجاور يبقى ثلاثة على أربعة، فكل ده أنا عرفته يا باشمهندس من المعلومات دي في درس التوالي المثلثية، قلنا مهم في النقطة دي.
طب تعال نشوف هو عايز ايه. جا 90 ناقص ثيتا، 90 ناقص في الاول كل الدوال الموجبه، ال 90 هتغير الجا يبقى كانها جتا ثيتا. 90 ناقص في الربع الاول كل الدوال الموجبه، وال 90 هتغير الظا هتبقى ظتا ثيتا. في 90 زائد في الثاني والجتا سالبه، وال 90 هتغير الجتا يبقى كانها سالب جا ثيتا. كلام جميل جدا وزي الفل. يبقى ليه بالنسبه لك جتا ثيتا زائد الظا جا على جتا؟ تمام، يبقى الظتا جتا على جا في سالب جا ثيتا. انت بتعمل ايه؟ انا هشيل الجا ثيتا مع الجا ثيتا، الله عليك، فيصبح لك جتا ثيتا اهي، وموجب في سالب بسالب، وادي جتا ثيتا يبقى جتا ثيتا ناقص جتا ثيتا بصفر. الله عليك، ده انت ما استعملتش اي حاجه يا عم، دي رياضه، فانت ما فيش مشكله. عايز تعوض بالارقام ازاي؟ يعني عوض هنا الجتا ثيتا ب 4 على 5 زائد الظتا مقلوب الظا فيبقى دي 4 على 3 في سالب جا ثيتا، ادي الجا ثيتا اللي هي 3 على 5 عادي جدا، والمفروض هتطلع معاك بصفر. ازاي؟ ركز معايا كده، هنا ال 3 هتروح مع ال 3 فيفضل لك 4 على 5 وموجب في سالب بسالب، وادي 4 على 5 برضه بصفر. بس انا بحب دايما اختصر المساله، وانا لما اختصرتها لقيتها ظبطت معايا، فده على فكره طريقه ومحدش يقدر يلومك عليها، ولو عملتها في الامتحان تاخد درجتك كامله، بالعكس انت هتبقى من الطلبه المتفوقه اللي عملت السؤال كده. خلاص، السؤال رقم 7 بيقول لي اذا كانت جتا ثيتا بسالب 3 على 5 حيث الثيتا ما بين ال 180 و 270 ربع ثالث، ارسم زواياك يا باشا، ادي المثلث وادي الثيتا، الربع الثالث مجاور ب 3، سيبك من الاشاره الوقت، على الوتر ب 5، من الفيثاغورس دي ب 4، دي على محور السينات السالب يا باشا يبقى هنا سالب، ده قصاد صاد السالبه يا باشا يبقى ده سالب، فانت كده معاك الجا ثيتا مقابل على وتر سالب 4 على 5، معاك الجتا ثيتا مجاور على وتر سالب 3 على 5، معاك الظا ثيتا مقابل على مجاور يعني سالب 4 على سالب 3، شيل السالب مع السالب يبقى 4 على 3. انت كده مجهز الشغل بتاعك، يلا بينا ننطلق. 180 زائد في التالت والقطة مقلوب الجا، والجا في التالت سالبة يبقى القطة سالبة يبقى دي سالب، وال180 ما تغيرش يبقى دي سالب قطة ثيتا، ادي السالب، القطة مقلوب الجا فلما شقلب دي هتبقى سالب 5 على 4، فسالب في سالب بموجب يبقى الإجابة بتاعتي 5 على ال 4 يا باشمهندس. خلاص، يبقى أنا بالنسبة لي أول واحدة كده بسالب ب 5 على 4. قا سالب ثيتا، قلنا القا مقلوب الجتا، والجتا بتاكل السالب يبقى دي كأنها قا ثيتا، والقا مقلوب مين؟ الجتا، فلما شقلب دي يبقى سالب 5 على 3، يبقى رقم 2 يا باشمهندس بسالب 5 على 3. تعال نشوف رقم 3. رقم 3 بيقول لي ظا 360 ناقص، 360 ناقص في الرابع والظا سالبه و360 ما بتغيرش يبقى دي سالب ظا ثيتا، الظا ثيتا ب 4 على 3 يبقى دي سالب، وادي ال 4 على 3 يبقى سالب 4 على 3. رقم 4، ثيتا ناقص 90، قلت لما يجي لك زاويه سالبه زود 360 وانت مطمن، ادي الظا ثيتا اهي ناقص 90 زائد 360 ادي الظا، 360 ناقص 90 يبقى 270 زائد ثيتا، 270 زائد في الرابع والظتا في الرابع سالبه، وال 270 هتغير الظتا يبقى ظا، يبقى كانها سالب ظا ثيتا، واحنا لسه حاسبين سالب ظا ثيتا فوق بسالب 4 على 3. تعال نشوف رقم 5، 90 زائد ثيتا، 90 زائد في الثاني والقا مقلوب الجتا، والجتا في الثاني سالبه، وال 90 هتغير القا يبقى سالب قتا ثيتا، ولو انت شايف احنا حاسبين سالب قتا ثيتا فوق اهي ب 5 على 4 فمش محتاج ان انت تحسبها ثاني. 270 ناقص في الربع الثالث والظا موجبه، ولكن ال 270 هتغير الظا هتخليها ظا ثيتا، والظا مقلوب الظا يبقى دي 3 على 4 لان دي 4 على 3، وهو ده كده السؤال رقم 7 يا باشمهندس. خلاص، هل في اي مشكله؟ باذن الله مفيش فيه مشكله. هنبتدي في حته جديده في الدرس بتاعنا يا باشمهندس، وحته مهمه جدا جدا، لما الجا تساوي الجتا. قلنا لما الجا تساوي الجتا المفروض ان انا معايا حل عام اللي هو 90 زائد 360 نون، اللي هو الزاويتين موجب او سالب طبعا 90 زائد 360 نون، ولكن هو هنا قال لك شرط هيخليك تشتغل بحاجه واحده. ايه هو الشرط؟ قال لك ان الثيتا اكبر من او يساوي الصفر واقل من 90، دي معناها ان هي زاويه حاده، وطالما زاويه حاده فطبعا ده ربع اول، يبقى انت هتشتغل لما الجا تساوي الجتا يبقى الزاويتين مجموعهم 90 بس، ولازم الثيتا تطلع ما بين الحدود دي اللي هي من صفر مغلق ل 90 مفتوح بس.
فانا هجمع الزوايا، يبقى انا معايا 3 سيتا زائد ال 15، والزاويه الثانيه اللي هي 2 سيتا ناقص ال 5 واقول بيساوي 90. ف3 سيتا زائد 2 سيتا يبقى 5 سيتا، و15 ناقص 5 يبقى موجب 10 بيساوي 90. هنبدأ نودي دي الناحية التانية، يبقى الخمسة سيتا بتساوي 90 ناقص 10 اللي هي 80. هقسم هنا على الخمسة وهنا على الخمسة، يبقى إذا السيتا 80 على الخمسة فيها 16 درجة. يبقى أنا كده وصلت إن سيتا يا باشمهندس بتساوي 16 درجة، بس كده. تمام؟ تمام. القاء لما تساوي القطع زي الجا لما تساوي الجتا. قلنا في الحل العام مهم الترتيب، بمعنى القاء دي مقلوب مين؟ الجتا. والقطة مقلوب الجا. لو جالك في الحل العام لازم تجيب دي الاول وهتفهمها دلوقتي، هيجي لنا مسائل الحل العام، ولكن هنا انا شغال بحاله واحده ان مجموع الزوايا 90 فمفيش مشكله. يعني اقول الزاويه الاولى اللي هي سيتا زائد 25 زائد الزاويه الثانيه سيتا زائد 15 بيساوي 90. فسيتا وسيتا يبقى 2 سيتا، و15 و25 40 بيساوي 90. دي هتروح يبقى ال 2 سيتا 90 ناقص 40 50. هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى السيتا 50 على الاثنين في 25. يبقى انا عرفت يا باشمهندس ان قيمه السيتا بكام؟ 25. لما الظا تساوي الظطا نفس الفكره، طالما هي زاويه حاده موجبه يبقى مجموع الزوايا ب 90، فالزاويه اللي هنا سيتا زائد 20 زائد الزاويه اللي هنا 3 سيتا زائد 30 بيساوي 90. سيتا و3 سيتا يبقى 4 سيتا، و20 و30 50 بيساوي 90. ده هتروح يبقى ال 4 سيتا 90 ناقص 50 اللي هي 40. هقسم هنا على ال 4 وهنا على ال 4، يبقى السيتا 40 على ال 4 فيها ال 10. يبقى انا بالنسبه لي 10 درجات، يبقى السؤال 3 خلص. لما الجتا تساوي الجا يبقى مجموع الزوايا ب 20، فالزاويه الاولى سيتا زائد 20 على 2 زائد الزاويه الثانيه سيتا زائد ال 40 على 2 بيساوي 90. سيب المقام ب 2 واجمع البسط، سيتا وسيتا 2 سيتا. 20 و 40 60 بيساوي كام؟ بيساوي 90. ممكن تضرب مقص والألز توزع البسط على المقام، 2 سيتا على الاثنين فيها السيتا، و60 على الاثنين فيها 30 بيساوي 90. ودي دي يبقى السيتا بتساوي 90 ناقص 30 60، يبقى الزاوية ب 60 بس. فالموضوع سهل جدا جدا في النقطة دي. تمام. رقم 5 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ ظا بتساوي ظطا، يبقى مجموع الزوايا يا باشمهندس ب 90. الزاوية هنا سيتا زائد 18 درجة 24 دقيقة، زائد الزاوية هنا سيتا زائد 52 درجة و10 دقايق. سيتا وسيتا طبعا بيساوي 90. سيتا وسيتا 2 سيتا زائد 24 و10 يبقى 34 دقيقة، و18 و52 يبقى كام؟ 70. 70 درجة و34 دقيقة بيساوي 90. هنودد الناحية التانية، يبقى ال 2 سيتا بتساوي 90 ناقص دي. بص معايا، 90 ناقص 70 20، بس في زاوية يبقى 19. سيبك من الشغل اللي انا بعمله ده، انت عامل بالآلة الحاسبة. وال 34 دي ادي 6 بقت 40، عايزين 26 صح؟ اعتقد كده المفروض ان احنا ماشيين صح. يبقى ال 2 6 يا باشمهندس المفروض بتساوي كام؟ بتساوي 19 درجة و26 دقيقة. اقسم على ال 2 يبقى ال 6 بتساوي 19 دي يبقى 9. تمام؟ وهيجي هنا 60 و26 يبقى 86 على ال 2 يبقى 43. انت احسب بالآلة. هنيجي نلخبط في دي، يبقى 9 درجات و43 دقيقة يا باشمهندس هي دي قيمة السيتا. السؤال كله مجموع الزاويتين بيساوي 90. بركز بقى معايا في الحل العام. بص يا باشمهندس، لما يجي يقول لي الحل العام ودي جا بتساوي جتا، فالحل العام بتاعها ان الزاوية الأولى موجب أو سالب الزاوية الثانية 90 زائد 360 نون. بس خلي بالك قلنا لازم الجا تيجي الاول، ليه؟ عشان يا باشمهندس الموجب والسالب. هتفهم يعني هنا الجا جايه الاول بتساوي الجتا، خلاص هقول الزاويه الاولى اللي هي 2 سيتا موجب او سالب الزاويه الثانيه اللي هي سيتا. بص بتشتغل كده، المفروض بتساوي 90 زائد 360 نون. عايز تشتغل باي على ال 2 زائد 2 باي نون عادي جدا، عايز تحولها بعدها مفيش مشكله. فانت عندك الحل الاول اللي هو الموجب، يعني 2 سيتا زائد سيتا يبقى 3 سيتا بتساوي 90 زائد 360 نون. اقسم المعادله كلها على 3 يبقى السيتا بتساوي طبعا 3 هتروح، 90 على 3 يبقى 30، و360 على 3 يبقى 120 نون. ال 30 دي اللي هي باي على 6 من درس قياس الستين والقياس الدائري، ما هو باي على 6 اللي هي 180 على 6،
وال120 اللي هي 2 باي على 3، حولها بقى بدرس التقدير الستيني والتقدير الدائري هتوصل للشكل ده. يبقى انا عرفت ان الثيتا بباي على 6 زائد 2 باي على 3 نون، بس خلي بالك انا كده خدت الجمع. هاخد الطرح 2 ثيتا ناقص ثيتا، يبقى ثيتا بتساوي 90 زائد 360 نون. ال 90 سهله اللي هي باي على 2، وال360 اللي هي 2 باي. يبقى انا عندي حلين يا باشمهندس اهو، باي على 6 زائد 2 باي على 3 نون، وباي على 2 زائد 2 باي نون. خلاص خلي بالك يا باشمهندس الحل العام في الجا والجتا احيانا بيطلع ب 2. طب بص دي لانها خطيره جدا جدا، ايه بقى الخطر فيها يا باشمهندس؟ ما جتا بتساوي جا الزوج؟ لا، لازم ان الجا تيجي الاول. بجد؟ اه والله. يعني الجا سيتا اهي بتساوي جتا 5 سيتا، عشان الموجب والسالب في الحل العام بيفرق وهيضيعك. يبقى الزاوية الأولى سيتا، موجب أو سالب الزاوية الثانية 5 سيتا، بيساوي 90 زائد 360 نون. سيتا زائد 5 سيتا، ناخد الحل الموجب، يبقى 6 سيتا بيساوي 90 زائد 360 نون. هقسم المعادلة كلها على 6، يبقى دي سيتا، 90 على 6 فقال 15، زائد 360 على 6 يبقى 60 نون. ما عليك إلا أنت تحول يا باشمهندس بدرس التقدير الستين وتقدير الدائري. بس بص في تحويلة سهلة جدا، بص اقسم ال 15 على 180 وحط لها باي، يعني دي 1 على 12 باي، يبقى دي باي على 12. طب ال 60 اقسمها على 180 هتطلع تلت، تحط له باي، يبقى هي باي على 3 نون. يبقى الحل الاول هو ده يا باشمهندس، اللي هو بالنسبه لي باي على 12 زائد باي على 3 نون. طب الحل الثاني يا باشمهندس، هاخد السالب، سيتا ناقص 5 سيتا يبقى سالب 4 سيتا، بتساوي 90 زائد 360 نون. هو ممكن يا باشمهندس السيتا تبقى سالبه؟ ايوه مفيش مشكله، هقسم كله على سالب 4، يبقى دي سيتا. 90 على سالب 4 يا باشمهندس هتبقى 22.5 اعتقد، 90 على سالب 4 سالب 22.5 تمام، وهنا برضو سالب 360 على 4 دي فيها 90. تمام، ركز معايا، السالب 22.5 انت عايز تعرف هي باي على ايه. بص بص بص، سالب 22.5 اقسم على 180، فدي سالب 8، يبقى دي سالب باي على 8. وال90 طبعا سهله اللي هي باي على ال2 نون. يبقى الحل الثاني سالب باي على 8 ناقص باي على 2 نون، يبقى باي على 12 زائد باي على 3 نون، وسالب باي على 8 ناقص باي على ال2 نون. يبقى انا كده يا باشمهندس سؤالي خلص وكله زي الفل بامر الله. خلاص، هل بتقابلك مشكلة؟ بإذن الله مفيش. ركز بقى معايا كده، بيقول لي أوجد قيم سيتا في كل من الحالات الآتية، حيث السيتا من صفر لباي على الاتنين اللي هي 90، يعني شغلك ربع أول وشغلك زاوية حادة. تمام تمام زي الفل، فهنا سهل. القتا بتساوي القاء، مفيش مشكلة يا باشمهندس، دلوقتي أنا شغال حل عام. طب اشمعنى يا باشمهندس أنت قلت ربع أول؟ هقول لك، أنت هتجيب الحل العام، ولو لقيت الزاوية بتنتمي للفترة خدها، ما بتنتميش للفترة ما تاخدهاش، بس خلي بالك لازم اشتغل حل عام. طب القتا مقلوب مين؟ الجا، والقا مقلوب مين؟ القتا. فالمسألة كده مترتبة صح؟ برافو عليك. فطالما مترتبة خد الزاوية الأولى اللي هي بالنسبة لي سيتا زائد ال 15، موجب أو سالب الزاوية الثانية اللي هي 42، وقول لي بتساوي الحل العام. الحل العام اللي هو 90 زائد 360 نون. تمام جدا. بص يا باشمهندس هتاخد مره الحل الموجب، يبقى سيتا زائد 15 زائد ال 42 بيساوي 90 زائد 360 نون. ادي سيتا 15 و 42 يبقى 57 بيساوي 90 زائد 360 نون. ودي دي يبقى السيتا بتساوي 90 ناقص 57 يبقى 33 زائد 360 نون. تمام تمام زي الفل، ركز بقى معايا. أنا دلوقتي يا باشمهندس وصلت للشكل ده اللي هو 33 زائد 360 نون، أنت عارف هتعمل إيه؟ أنا دلوقتي يا باشمهندس هعمل حاجة مهمة، إيه هي يا باشمهندس؟ أنا دلوقتي هحط النون بصفر، ركز بس معايا في اللي هيحصل ده، هحط النون بصفر، فلما أحط النون بصفر ده هتروح يبقى كأني السيتا ب 33، صح؟ وهتلاقي يا باشمهندس إن ال 33 بتحقق الشرط بتاعك، تمام؟ حط النون بواحد، هتبقى 33 زائد 360 رقم كبير جدا، صح؟ يبقى ما ينفعش يا باشمهندس استخدم الا السيتا 33. طب انت بتعمل ليه الهري ده؟ ما تقول بتساوي 90 يا باشمهندس وخلاص. هقول لك لان في بعض المسائل التانية مش هتنفع، تمام؟ بعض المسائل التانية يا باشمهندس هنبدا نجيب الحل العام بتاعها، هتلاقي ان في زوايا بتحقق، وخصوصا كل ما يكبر لك السيتا.
ففائدة الحركة دي هتعرفها في مسائل جاية، فركز معايا بس لأن التمرين ده مهم جدا جدا جدا. خلاص تعالى كده نشوف رقم 2، جا سيتا زائد 30 بيساوي جتا سيتا. طبعا الأول جا والتاني جتا فما فيش مشكلة، يبقى أنا أخد الزاوية الأولى اللي هي سيتا زائد 30 موجب أو سالب الزاوية التانية اللي هي سيتا، تمام، بيساوي الحل العام اللي هو 90 زائد 360. هاخد الحل الموجب يبقى سيتا زائد 30 زائد كمان سيتا بيساوي 90 زائد 360 نون. سيتا وسيتا 2 سيتا وال30 هتروح، يبقى 90 ناقص 30 يبقى 60 زائد 360 نون. هقسم المسألة على الاثنين يبقى دي سيتا، 60 على الاثنين يبقى 30 و360 على الاثنين يبقى 180 نون. خلي بالك دي كده اتحولت، لما احط النون بصفر هيبقى 30 زائد 180 في صفر يبقى السيتا ب 30. لو حطيت النون بواحد يبقى 30 و180 210 بره الحدود. انت عارف لو جيت تاخد الحل السالب هنا هيبقى سيتا موجب 30 ناقص سيتا، فالسيتا هتروح مع السالب سيتا، ما ينفعش يفضل لك الرقم بس، فطبعا الحل السالب مرفوض زي الحل السالب برضه هنا مرفوض يا باشمهندس لان انا عندي سيتا واحده. خلاص فاول اتنين دول مره سيتا طلعت السالب سيتا ومره عشان ما فيش سالب سيتا يبقى ما خدتش الحل، يبقى السيتا بتساوي 30 يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا. بص معايا، جا سيتا ناقص جتا سيتا بتساوي صفر، ده هتروح فيصبح ان الجا سيتا بيساوي الجتا سيتا. طبعا كلنا حافظينها الجا بتساوي الجتا عند ال 45، ده شغل اعدادي، مع ان في الشرط ده تتحقق، انما لو كان قال لك من صفر ل 360 ما كانش هتتحقق. يعني هعمل ايه يا باشمهندس؟ هاخد الزاويه الاولى اللي هي سيتا موجب او سالب الزاويه الثانيه اللي هي سيتا واقول بتساوي الحل العام اللي هو 90 زائد 360 نون. هاخد الحل الموجب يبقى سيتا زائد سيتا 2 سيتا بتساوي 90 زائد 360 نون. هقسم على الاثنين يبقى السيتا بتساوي 90 على الاثنين 45 و360 على الاثنين يبقى 180 نون. حط النون بصفر فتطلع السيتا ب 45، حط النون بواحد هيبقى 180 زائد 45 225. بص لو حطيت النون بواحد هتطلع السيتا ب 225. طب افرض كان قال لي الشرط بتاعي من 0 ل 270 كنت هاخد ال 225، يبقى احنا هننهي اسطوره ان اللي جا بتساوي الجت عند ال 45 بس، لا ده بتساويها عند ال 225. بص كده لو عملت ساين 225 بسالب جذر 2 على 2، كوزاين 225 بسالب جذر 2 على 2، يعني فعلا متساويين اه، بس هو عشان حط لي شرط من 0 ل 90 فانا مش هاخد الشرط ده واخد ده. طبعا الشرط التاني مش هينفع لان سيتا ناقص سيتا، وقلنا طالما السيتا طارت ما ينفعش يا باشمهندس اعوض بيها، يبقى انا هكتفي بالشرط ده ويبقى بالنسبه لي السيتا بكام؟ ب 45. رقم 4، القتا مقلوب مين؟ برافو عليك الجا، والقا مقلوب الجتا يبقى دي مترتبه، فاخد الزاويه الاولى اللي هي 60 ناقص باي على 6 اللي هي 180 على 6 فيها 30 موجب او سالب الزاويه الثانيه اللي هي سيتا بيساوي 90 زائد 360 نون. هاخد الحل الموجب يبقى سيتا ناقص 30 زائد سيتا يبقى سيتا ناقص 30 موجب سيتا بيساوي 90 زائد 360 نون. سيتا وسيتا يبقى 2 سيتا، السالب 30 هتروح بموجب 30 يبقى 30 و90 120 زائد 360 نون. هقسم على الاثنين يبقى دي سيتا و120 على 2 فيها 60 و360 على 2 يبقى 180 نون. احط النون بصفر فتطلع السيتا ب 60، لو حطيت النون بواحد يبقى 60 زائد 180 240، يبقى انا يا باشمهندس هاخد الحل اللي هو سيتا بتساوي كام؟ سيتا بتساوي 60. طيب الحل الثاني المفروض هيبقى سيتا ناقص 30 واخد سالب سيتا، فالسيتا هتروح مع السالب سيتا وقلنا ما ينفعش يبقى في رقم لوحده، فالحل السالب مفروض هنا يبقى هي 60 فقط يا باشمهندس. والله هتعرف قيمه الكلام ده، هتقول لي ما احنا هنحل يا باشمهندس زي اعداد وخلاص، اقول لك لا لازم تشتغل حل عام طالما انت درست بقى يا باشمهندس الحل العام. السؤال رقم 5 بيقول للضابط ساوي الزطا، تمام نفس الفكره بس الحل العام بيختلف. الزاويه الاولى اللي هي سيتا زائد 27 زائد الزاويه الثانيه اللي هي 2 سيتا هنا مفيش موجب او سالب بيساوي 90، بس الضبط اتغير كل 180 يبقى 180 نون. سيتا و2 سيتا يبقى 3 سيتا، ال 27 هتروح الناحيه الثانيه يبقى فاضل 63 زائد 180 ايه نون. هقسم المعادله كلها على 3 يبقى دي سيتا، 63 على 3 يبقى 21 زائد 180 على 3 يبقى 60 نون. بص بقى يا باشمهندس هتحط النون بصفر، بص الكلام اللي هيحصل اللي انا قلت لك مهم جدا، فهتطلع السيتا ب 21. انت عارف لو حطيت النون ب 1 هيبقى 60 في 1 ب 60 زائد 21. الله 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 الله،
ده طلع يا باشمهندس حليه، ده طلع 81 و21. ايوه، ما انا عشان كده قلت لك لازم تستخدم الحل العام. لو انا حطيت النون ب2 هيبقى 2 في 60 ب120، وكمان 21 فهتبقى 141، فما ينفعش طبعا لان دي اكبر من ال90، فانا اخري هنا يبقى انا معايا ال21 و81. خليك فايق في الحل العام ارجوك، تمام؟ ده اللي انا عمال اقوله لك من اول المسائل، لازم امشي حل عام عشان ممكن الزاويه تطلع. فانت لو كنت اعتمدت بالمبدا بتاع اعدادي كنت هتطلع ال21 بس، ما كنتش هتطلع ال81، تمام؟ هنا ظابط ساوي ظابط نفس الفكره، فالزاويه الاولى 6 زائد 10 زائد الزاويه الثانيه 64 ناقص ال 10 بيساوي 90 زائد 180 نور. سيتا و4 سيتا يبقى 5 سيتا، السالب 10 مع دي هيساوي 90 زائد 180 نون، اقسم على الخمسة يبقى السيتا بتساوي 90 على الخمسة فقط 18، و180 على الخمسة، 180 على الخمسة ب36 يبقى 36 نون، تمام. أول حل هحط النون بصفر فتطلع السيتا ب 18. بص بقى الحل ده، هحط النون بواحد، 36 في 1 ب36 زائد 18 يبقى 54، يبقى انا الوقت جبت 18 و54. طب بص الجاي احط النون ب2 هيبقى 36 في 2 ب72 زائد 18 ايه ده ب90. ده انا جبت ثلاث زوايا، وخلي بالك في اول السؤال اوريه لك اهو بيقول لك ان انت معاك واي على الاثنين يعني ال90 موجوده، يعني اخد ال18 واخد ال54 واخد 90. لو انت حليت زي القديم وقلت يا باشمهندس اريح دماغي وما حلش قانون عام كان زمانك جبت ال18 بس وتنقص درجه السؤال، ده طلعت 18 و54 و90، فلازم يا باشمهندس ابقى فاهم الحل العام بعد كده، تمام. رقم 7 القا اللي هي مقلوب الجتا، والقتا مقلوب الجا، لا ده انا لازم اجيب دي في الاول، يعني خلي دي قتا 3 سيتا ناقص 10 مهمه بيساوي قا 2 سيتا زائد 35. ليه يا باشمهندس الحركه دي؟ عشان قلنا لازم الجا تيجي الاول يبقى القتا تيجي الاول، تمام. عشان هقول الزاويه الاولى اللي هي 3 سيتا ناقص 10 موجب او سالب، الزاويه الثانيه اللي هي 2 سيتا زائد 35، الحل العام اللي هو 90 زائد 360 نون لان دي قتا وقا، تمام. هاخد الموجب يبقى 3 سيتا و2 سيتا 5 سيتا، سالب 10 موجب 35 يبقى موجب 25 بيساوي 90 زائد 360 نون، هودي دي يبقى 5 سيتا بتساوي 90 ناقص 25 يبقى 65 زائد 360 نون، هقسم على الخمسه يبقى دي سيتا، و65 على الخمسه فقط 15 زائد 360 على الخمسه هتطلع 72 نون. هحط النون بصفر، تمام؟ لما احط النون بصفر دي هتطير فيفضل لك 15. طب هحط النون بواحد يبقى 72 في 1 ب72 زائد 15 يبقى 87، فتنفع. لو حطيت النون ب2 هتزيد عن ال90، يبقى انا معايا 15 ومعايا 87 يا باشمهندس. خلاص الحل العام ارجوك مهم جدا جدا جدا، تمام؟ تمام. إيه لا ثواني 65 لا معذره انا غلطت، دي ب 13 بس 13 صح؟ اهي معذره 65 على الخمسه 13 صح كده، يبقى ده هي معلش 13، وده هي تبقى 13 زائد 72 85، معذره بعتذر طبعا، يبقى انا معايا 13 و85 لان دي قسمت ده غلط طبعا. برضو لو حطيت النون ب2 هتزيد يبقى انا وقفت هنا. طيب تعالى ناخد الحل السالب كده، هيبقى 3 سيتا ناقص 2 سيتا يبقى سيتا، سالب 10 ناقص 35 يا باشمهندس انا بدخل السالب هنا، تمام؟ فسالب 10 ناقص 35 يعني سالب 45 هيساوي 90 زائد 360 نون، تمام؟ ده هي هتروح يبقى الستة هتساوي 45 و90 135 زائد 360 نون. لو انت حطيت النون بصفر هتطلع الستة ب 135 وده كلام مرفوض، تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس انا مش هروح للحل السالب لان الزاويه بتاعته كبيره جدا، خلاص يبقى انا اكتفي بالحل الموجب اللي هو 13 و85 عشان تبقى فاهم احنا ما رحناش للحل السالب ليه، تمام. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 8 وركز كده معايا، القا والقطع، واحنا اتفقنا لازم القطع تيجي الاول لان هي مقلوب الجا، فانا هكتب القطع 3 سيتا ناقص 90 هتساوي القا سيتا، فالزاويه الاولى 3 سيتا ناقص 90 موجب او سالب الزاويه الثانيه اللي هي سيتا بتساوي 90 زائد 360 نون. خد الحل الموجب 3 سيتا وسيتا يبقى 4 سيتا،
السالب 90 اهو، سالب 90 بتساوي 90 زائد 360 ن، ده الحل الموجب. دي هتروح يبقى ال 4 6 بتساوي 90 و90 يبقى 180 زائد 360 ن، اقسم على 4 يبقى دي سيتا بتساوي 45، 360 على 4 يبقى 90 ن. تمام، حط النون بصفر هتطلع السيتا ب 45، لو حطيت النون بواحد هتبقى 90 و45 135، فطبعا ما ينفعش، يبقى هكتفي بال 45. تعال نروح للحل السالب، هيبقى 3 سيتا ناقص سيتا يبقى 2 سيتا، ناقص 90 برضه بيساوي 90 زائد 360 ن، دي هتروح يبقى ال 2 سيتا بتساوي 90 و90 يبقى 180 زائد 360 ن، هقسم على ال 2 يبقى دي سيتا، و180 على 2 90، 360 على 2 يبقى 180 ن. حط النون بصفر تطلع السيتا ب 90، وخلي بالك في أول السؤال قال لك من صفر لباي على الاثنين مقفوله، يعني ال 90 معاك فال 90 تنفع، يبقى انا حل السؤال ده 45 و90، خلاص؟ يبقى انا حل السؤال يا باشمهندس بالنسبه لي 45 و90، بس خلي بالك برضو من حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه يا باشمهندس؟ انا جبت الوقت السيتا ب 90، لو انا قلت القا 90، القا مقلوب مين؟ بالجتا. عندك مشكله ان جتا 90 بتساوي صفر، فمقلوبها هيبقى غير معرف. فطبعا يا باشمهندس طالما غير معرف يبقى ده مرفوض، وخلي بالك دي مهمة جدا، بعد ما تجيب الإجابات ويطلع لك زوايا زي ال 90 وال 180 و 72 عوض بيها، عشان لو طلعت غير معرفة هستبعدها من الإجابات، فدي برضه مهمة أوي، يعني السؤال 8 ده مهم جدا جدا جدا. تمام، الجا بتساوي الجتا، خلاص يبقى الزاوية الأولى 4 سيتا زائد 48، موجب أو سالب الزاوية الثانية سيتا ناقص 33 هتساوي 90 موجب 360 ن. هاخد الحل الموجب يبقى 4 سيتا وسيتا 5 سيتا، و48 ناقص 33 يعني 15 بيساوي 90 زائد 360 ن، دي هتروح يبقى ال 5 سيتا بتساوي 90 ناقص 15 75 زائد 360 ن، اقسم على 5 يبقى دي سيتا، 75 على 5 فال 15 و360 على 5 فيها ال 72 يبقى 72 نون. حط النون بصفر يبقى السيتا ب 15. حط النون بواحد يبقى 72 زائد 15 بص بص 87، و87 دي ضمن الحدود اللي انت شغال بيها فينفع يا باشمهندس. تمام، تعالى ناخد الحل السالب، 4 سيتا ناقص سيتا يبقى 3 سيتا، ركز في الاجابه دي، 48 ناقص ناقص 33 يعني 48 زائد 33 يبقى 81 هيساوي 90 زائد 360 ن، ودي دي يبقى 3 سيتا بتساوي 90 ناقص 81 يبقى 9 زائد 360 ن، اقسم كله على ال 3 يبقى دي سيتا بتساوي 9 3 في 3 و120، 360 على 3 في 120 ن، حط النون بصفر تطلع السيتا ب 3، لو انا حطيت النون بواحد يبقى 120 و3 123 بره الحدود، يبقى انا معايا 15 87 3، يبقى دول يا باشمهندس الثلاث حلول بتاعي في المسألة، مسألة مهمة جدا جدا جدا، خلاص؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك إيه. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 10 بيقول لي القتا، والقتا اللي هي مقلوب الجا، والقا مقلوب الجتا يبقى هي مظبوطة، يبقى الزاوية الأولى 8 سيتا، موجب أو سالب الزاوية الثانية 2 سيتا، بيساوي الحل العام اللي هو 90 زائد 360 نون. هاخد الحل الموجب يبقى 8 سيتا و2 سيتا 10 سيتا بتساوي 90 زائد 360 نون. طبعا هبدا اقسم هنا على ال10 يبقى دي سيتا بتساوي 9 زائد 360 على 10 يبقى 36 نون. لو حطيت النون بصفر هتبقى السيتا ب9، لو حطيت النون بواحد يبقى 36 زائد 9 ب45، طب لو حطيت النون ب2 يبقى 36 في 2 ب72 زود 9 يبقى 81، لو حطيتها ب3 هتزيد عن ال90، يبقى من الحل الموجب بس انا عندي 3 زوايا 9 و45 و81. طب من الحل السالب يبقى 8 سيتا ناقص 2 سيتا يبقى 6 سيتا هيساوي 90 زائد 360 ن، هقسم كله على ال6 يبقى دي سيتا، 90 على 6 فال 15 تمام، زائد 360 على 6 يبقى 60 ن، حط النون بصفر تطلع السيتا ب15، حط النون بواحد يبقى 60 زائد 15 يبقى 85، لو حطيتها ب2 يبقى 120 و15 135 ما تنفعش، يبقى الكلام ده يا باشمهندس معايا، يبقى 9 و ايه يا عم فوق
15 و60 75 9 45 81 15 75 ده كله معايا وده إجابة السؤال رقم 10. خلاص الأسئلة دي والله العظيم في غاية الأهمية. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال 11 عايز مني قيم سيتا من صفر لباي على الاثنين. هنا حل معادلات هودي للناحية التانية بس خلي بالك بقى ادي الظا سيتا. الظا سيتا هتساوي واحد هتسأل نفسك سؤال هي الظا موجبة فين؟ هتقول لي في الأول والتالت بس هو محدد شغلي في الربع الأول يبقى أنا في الربع الأول بس ده شغل سهل. هعمل شيفت تان واحد هتطلع الزاوية ب 45 درجة. خلاص؟ طبعا مش هاخد يا باشمهندس بتاعة التالت لأن هو محدد لي شغلي في الربع الأول. طب اللي بعدها يا باشمهندس هودي للناحية التانية يبقى 2 جتا سيتا تساوي 1. هنا على 2 وهنا على 2 يبقى الجتا سيتا تساوي نص. الجتا موجبة في ربعين هما الأول والرابع بس هو محدد في الأول خلاص. يبقى شيفت كوساين نص تطلع الزاوية ب 60 درجة. بس يبقى مجموعة الحل بتاعتي أنا واحدة يا باشمهندس بالنسبة لي 60 درجة ومفيش فيها أدنى مشكلة. أنا بجيب ضمن الحدود اللي أنا شغال بيها وموجعش دماغي كتير. السؤال رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي خلي بالك هيبدأ زوايا منتسب ادي الاثنين باي على الاثنين اللي هي 90 90 ناقص في الاول كل الدوال الموجبة 90 هتغير الجتا يبقى جا يبقى 2 جا سيتا بيساوي 1. هنا على الاثنين وهنا على الاثنين يبقى الجا سيتا تساوي نص. الجا موجبة في الاول والتاني ما انا مش معايا التاني هعمل شيفت ساين نص يبقى الزاوية ب 30 يبقى مجموعة الحل بتاعتي 30 او قيمة سيتا بتساوي كام؟ بتساوي 30. خلاص؟ انا بشتغل يا باشمهندس بالنسبه للزاويه اللي انا محتاجها وانا محتاج الزاويه اللي في ربع الاول بس يبقى انا هاخد ال 30. ليه؟ لانه هو محدد لي شغل من صفر لباي على الاثنين وباي على الاثنين دي اللي هي 90 فانا ما ينفعش اخد الزاويه الثانيه. خلاص تمام. طب هنا 2 ودي 90 90 ناقص في الاول والجا هتبقى جتا يبقى دي 2 جتا سيتا بيساوي جذر 3. هقسم هنا على الاثنين هنا على الاثنين يبقى الجتا سيتا بجذر 3 على الاثنين. هسألك سؤال الجتا موجبة فين؟ هتقول لي أول ورابع. الرابع مش معايا يبقى أنا في الأول لأن هو حدد فشفت كوزاين جذر 3 على 2 تطلع الزاوية ب 30 درجة. خلاص لأن جتا 30 هي اللي بجذر 3 على 2 يبقى الزاوية بتاعتي ب 30 درجة. هنا بس يا باشمهندس السهولة إن هو محدد لي الربع الأول إنما بقى أما يفتح الأرباع معايا زي في سؤال هيجي لي أهو ما تأخرناش زي السؤال ده كده لا ده أنا هبدأ يا باشمهندس أجيب أكتر من حل. ليه هتجيب اكتر من حل؟ لان بالنسبه لي كده كل الارباع معايا. تمام تعال نشوف رقم واحد وهنفهم منها. بيقول 2 جتا سيتا زائد 1 بيساوي 0 ده هتروح يبقى ال 2 جتا سيتا تساوي سالب 1. هقسم هنا على ال 2 وهنا على ال 2 دي هتروح يبقى اذا الجتا سيتا بسالب نص. هسالك سؤال الجتا سالبه فين؟ في الاول سوري في الثاني والثالث. بص يا باشمهندس عشان ما تلخبطش نفسك اعتبر ان كانها جتا سيتا بتساوي نص. ماشي يا باشمهندس شفت كوزاين نص هتطلع الزاويه ب 60. الزاويه في الربع الثاني بتيجي 180 ناقص الاساسيه اللي هي 60 فتطلع 120. طب الربع الثالث 180 زائد الاساسيه اللي هي 60 يبقى 180 زائد 60 ب 240. خلاص يبقى انا معايا حلين 120 و240 وهم دول كده مجموعه الحل. خلاص هفكرك بمعلومه مهمه اهو في الربع الاول الزاويه سيتا في الربع الثاني 180 ناقص سيتا في الربع الثالث 180 زائد السيتا في الربع الاخير 360 ناقص السيتا. دول اللي انا بشتغل فيهم بجيب الزاويه الاساسيه من غير سالب ولا اي حاجه لو في الاول باخدها زي ما هي في الثاني 180 ناقص الزاويه الاساسيه في الثالث 180 زائد الزاويه الاساسيه في الرابع 360 ناقص الزاويه الاساسيه. فخلي بالك من السؤال ده مهم. تعال كده نشوف تعال نشوف رقم 2 دي هتروح يبقى القا سيتا بتساوي جذر 2. سيبك من المقلوبات القا مقلوب مين؟ الجتا. يبقى ممكن تقول لي ان الجتا سيتا دي جذر 2 على 1 يبقى مقلوبها 1 على جذر 2. اسالك سؤال الجتا موجبه فين؟ في الاول والرابع. يلا هجيب الاساسيه شيفت كوزاين 1 على جذر 2 هتطلع الزاويه 45. مش احنا قلنا في الربع الاول باخد الزاويه زي ما هي يبقى 45. طب في الرابع 360 ناقص الزاويه الاساسيه اللي هي 45 يبقى 315. يبقى مجموعه الحل 45 و 315. خلاص دي كده يا باشمهندس رقم 2. تمام هل فيها مشكله؟ لازم تبقى فاهم الجزئيه دي والله لانها مهمه. رقم 3 يا باشمهندس تعالى كده نشوف بيقول لك ايه. هودي السالب جذر 3 الاول يبقى 2 جا سيتا بيساوي جذر 3.
هنا على الاتنين وهنا على الاتنين دي هتروح، يبقى الجا سيتا بجذر 3 على 2. يلا الجا موجبه فين؟ في الاول والتاني. هجيب الاساسيه شيفت ساين جذر 3 على 2 تطلع الزاويه ب 30. في الربع الاول باخد الزاويه زي ما هي 30. طب في الربع الثاني 180 ناقص الاساسيه، يبقى 180 ناقص 30 150. يبقى مجموعه الحل بتاعتي يا باشمهندس هي بالنسبه لي لا معذره انا لخبطت، جا سيتا بجذر 3 على 2 عند الزاويه 60. معذره بعتذر. يبقى الثانية 180 ناقص 60 ب 120. خلاص معلش والله ايه جاي من الشغل خلاص. فدي 60 وبعدين معايا 120 بس. يبقى انا معايا زاويتين 60 120. تعالى نعمل تاني شيفت ساين جذر 3 على 2 يبقى الزاوية ب 60. في الربع الأول باخد الزاوية زي ما هي يبقى 60. في الربع الثاني 180 ناقص الزاوية الأساسية 60 يبقى 120. يبقى مجموعة الحل بتاعتي 60 و 120. خلاص كلام جميل جدا. تعالى نشوف اللي بعده. بسم الله. صورة رقم 4 يا باشمهندس، دي هتروح فتبقى الجتا سيتا بتساوي سالب 1. وعندك يا باشمهندس الجتا بتساوي سالب 1 عند زاوية واحدة بس اللي هي 180 درجة. ليه؟ أنا عارف الأربع أهي، فالنقطة سالب 1 وصفر دي موجودة على محور السينات السالب. طب ما احنا عارفين إن دي الجتا ودي الجا، طب ما هو على محور السينات السالب الزاوية هنا بكام؟ ب 180. يبقى فعلا جتا 180 بسالب 1 وجا 180 بصفر، فهي دي ما بتحصلش عند السالب 1. ولو جبت الآلة الحاسبة بتاعتك وعملت شيفت كوزاين سالب 1 هتطلع معاك ب 180. خلاص تمام جدا وزي الفل. رقم 5 هنبدأ نودي للناحية التانية، يبقى الاتنين جا سيتا بتساوي سالب جذر 3. هنا على الاتنين وهنا على الاتنين ده هتروح، يبقى الجا سيتا بسالب جذر 3 على 2. هسألك سؤال، الجا سالبها فين؟ شاطر، في التالت والرابع. أنا هجيب الأساسية من غير السالب شيفت ساين جذر 3 على 2، هتلاقي الزاوية ب 60. طب بتيجي في التالت إزاي؟ 180 زائد الأساسية. طب بتيجي في الرابع إزاي؟ 360 ناقص الأساسية. تمام؟ يبقى مجموعة الحل 180 زائد 60 240. 360 ناقص 60 يبقى 300. يبقى أنا عندي يا باشمهندس ال 240 و 300. خلاص دي رقم 5. رقم 6 بيقول لي ظا سيتا زائد 1 بيساوي صفر، ده هتروح هتبقى ظا سيتا تساوي سالب 1. خلي بالك من دي يا باشمهندس. خلاص هسألك برضو سؤال، هي ظا سالبة فين؟ هتقول لي في الثاني والرابع. سيبك من السالب 1، شفت تان 1 يبقى زاوية سيتا ب 45. طب في الربع الثاني بتبقى 180 ناقص الزاوية الأساسية 45. طب في الرابع 360 ناقص الأساسية 45. يبقى مجموعة الحل 180 ناقص 45 ب 135، 360 ناقص 45 يبقى 315. يبقى أنا معايا 135 و 315 هو ده الحل بتاعي يا باشمهندس. خلاص جميل جدا. بيقول لي جذر 3 قوس سيتا بيساوي سالب 2، اقسم هنا على جذر 3 وهنا على جذر 3، فدي هتروح يعني كأن القوس سيتا بسالب 2 على جذر 3. أنا هجيب مقلوبها اللي هو الجا هيبقى سالب جذر 3 على الاتنين. هسألك سؤال، الجا سالبها فين؟ هتقول لي في التالت والرابع. طيب شيفت ساين جذر 3 على الاتنين فتطلع الزاوية ب 60. في الربع التالت بتبقى 180 زائد الأساسية اللي هي 60. في الرابع 360 ناقص الأساسية اللي هي 60. مجموعة الحل مباشرة أهو 180 زائد 60 يبقى 240، 360 ناقص 60 يبقى 300. يبقى انا معايا 240 يا باشمهندس و300، وهي دي كده مجموعه الحل بتاعتي. خلاص تعالى بقى للاخيره دي ومهمه قوي قوي. جا تربيع سيتا بربع، هاخد جذر هنا وجذر هنا، الجذر هيشيل الاس يبقى جا سيتا، والاس زوجي يبقى موجب او سالب. جذر الواحد بواحد وجذر الاربعه 2. لما تلاقي اي نسبه مثلثيه موجب او سالب يبقى انت هتشتغل في الاربع ارباع. ليه؟ لان لو سالت نفسك سؤال هي الجا موجبه فين؟ هتقول لي الاول والثاني. طب لو قلت لك سالبه فين؟ هتقول لي التالت والرابع. فانا كده كده هشتغل الاربع ارباع، فانا هجيب الزاويه الاساسيه شيفت ساين نص هتطلع الزاويه ب 30. في الربع الاول باخد الزاويه زي ما هي ب 30. في الربع الثاني 180 ناقص الاساسيه. في الربع الثالث 180 زائد الاساسيه. في الربع الرابع 360 ناقص الاساسيه. تمام؟ يبقى مجموعه الحل بيساوي هنا 30 وهنا 180 زائد 30 210. وهنا 180 ناقص 30 150،
وهنا 360 ناقص 30 ب 330. يبقى انا معايا يا باشمهندس اربع زوايا اللي هما اللي قدامك دول، فدي مساله مهمه جدا جدا. الزاويه لما يطلع لها موجب وسالب اعرف ان انت هتشتغل في الاربع ارباع بامر الله. خلاص تعالى نشوف سؤال تاني، السؤال 13 بيقول لي اذا كان جتا 3 باي على الاثنين. 3 باي على الاثنين قلنا اللي هي 270. 270 ناقص في الربع الثالث والجتا سالبه، وال 270 هتغير الجتا هتخليها جايبه، كان السالب جا سيتا بجذر 3 على 2، وادي السالب الناحيه الثانيه يبقى الجا سيتا بسالب جذر 3 على ال 2. سيبها دلوقتي. بيقول لي جا باي على ال 2 اللي هي 90، 90 زائد في الثاني والجا موجبه، وال 90 هتغير الجا فيصبح ان جتا سيتا بيساوي نص. عشان تحل نوعيه المساله دي بص بكل سهوله، هتسال نفسك سؤال، هي الجا موجبه فين؟ سوري الجا سالبه فين؟ فسالبه في الثالث والرابع، وهنا الجتا موجبه فين؟ موجبه في الاول والرابع، هتلاقي في ربع اتكرر، برافو عليك اللي هو الربع الرابع. يبقى اذا الزاويه في الربع الرابع، اختار اي نسبه من دول واشتغل فيها وهثبت لك ان هما نفس الناتج. ازاي؟ شفت ساين نص هتطلع الزاويه ب 60، وفي الربع الرابع انا بقول 360 ناقص الاساسيه اللي هي 60 فهتصبح 300، يبقى مجموعه الحل 300. طب لو اشتغلت على دي تمام، شفت ساين جذر 3 على 2 هتطلع الزاويه ب 60، طب في الربع الرابع ما هو 360 ناقص الاساسيه اللي هي 60، يبقى في كلا الاحوال مجموعه الحل كام؟ 300. اهم حاجه احدد الربع اللي انا شغال فيه، لو حددت الربع اللي انا شغال فيه هتبقى بالنسبه لي يا باشمهندس الدنيا سهله خالص. خلاص خلي بالك من النقطه دي تمام. السؤال رقم 14 بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان جا 3 6 ناقص 25 على جا 2 6 ناقص 35 بواحد. بص لما تلاقي الناتج واحد يبقى البسط بيساوي المقام، يعني جا 3 سيتا ناقص 25 بيساوي جتا 2 سيتا ناقص 35، صح كده؟ عندك مشكلة؟ مفيش مشكلة. الجا بتساوي الجتا، أنا كبرت بقى بقيت في أولى ثانوي يبقى حل عام، فاخد الزاوية الأولى 3 سيتا ناقص 25 موجب أو سالب الزاوية الثانية 2 سيتا ناقص 35، المفروض هيساوي 90 زائد 360 نوم، برافو عليك جدا. هاخد الحل الموجب 3 سيتا و2 سيتا يبقى 5 سيتا، سالب 25 وسالب 35 يبقى سالب 60 بيساوي 90 زائد 360 نوم، دي هتروح يبقى ال 5 سيتا هيساوي 60 و90 يبقى 150 زائد 360 نوم. طيب بص هقسم على ال 5 يبقى السيتا بتساوي 30 زائد 120 نوم. لما احط النوم بصفر ركز معايا بقى، وقال لك شغلك من صفر لبيع على 4 يعني لحد ال 45 اخرك، فالستة هتبقى ب 30. لو حطيت النوم بواحد هتبقى 120 و 30 150، يبقى مبدئيا الستة بكام؟ ب 30. يبقى انا كده يا باشمهندس عرفت ان الستة ب 30. تعالى ناخد الحل السالب مع انه هيبقى مرفوض. هيبقى 3 ستة ناقص 2 ستة اللي هي ستة. سالب 25 ناقص ناقص 35 يبقى 35 ناقص 25 موجب 10. هيساوي 90 زائد 360 نوم. دي هتروح يبقى الستة بتساوي 90 ناقص 10 80 زائد 360 نون. لو حطيت النون بصفر هتطلع السيتا ب 80 وهو قال لك اخلك 45، يبقى ده مرفوض، يبقى فعلا انا هشتغل عن السيتا ب 30. تمام يا باشمهندس، يبقى انا كده عرفت في المساله ان سيتا بتساوي 30. بص بقى معايا كده عشان دي برضو جميله، جا 18 وجا 2 وجا 72، 18 و 72 مجموعهم 90 يبقى الناتج ده بواحد من الزوايا المنتسبه. ازاي؟ ادي جا 18 هسيبها تمام، وادي جتا ال 72 هخليها 90 ناقص 18، تمام جدا، انا هعمل دي الواحده اهي، يبقى دي جتا 18. 90 ناقص في الربع الاول وال 90 هتغير الجتا يبقى دي كانها جتا 18. فده هتروح مع دي يبقى الناتج بواحد، يبقى انا عرفت ان دي بواحد. زائد جا 180 ناقص 180 ناقص في الربع الثاني والجا موجبه وال 180 ما اتغيرش يبقى جا سيتا. يبقى دي واحد زائد الجا سيتا اللي هي جا 30. وجا 30 بنص يبقى واحد زائد نص بواحد ونص. يبقى الناتج بتاعي بواحد ونص، وده سؤال جميل جدا جدا وسهل وبسيط بامر الله. خلاص تعال نشوف السؤال 15 بيقول ايه؟ بيقول لي يا باشمهندس اذا كان الظا سيتا على ظا 2 سيتا بيساوي واحد. برضه لما الناتج بواحد يبقى البسط اللي هو ظا بيساوي المقام اللي هو ظا 2 سيتا. والحل العام بتاع ظا وظا سهل جدا، هاخد الزاويه الاولى سيتا زائد الزاويه الثانيه 2 سيتا واقول بتساوي 90 زائد 180 نوم. يعني 3 سيتا بتساوي 90 زائد 180 نوم، هقسم على ال 3 يبقى السيتا بتساوي 30 و180 على 3 يبقى 60 نوم.
حلو جدا. لما احط النوم بصفر تطلع الثيتا ب30، لو حطيت النوم بواحد يبقى 60 و30 90. بس هو هنا مش حاطط علامه يساوي عند 90، يبقى 90 مش معاه، يبقى انا اخري 30. يبقى انا عرفت ان الزاويه بتاعتي بكام يا باشمهندس؟ الزاويه بتاعتي ب30، تمام. فهنا بيقول لي جا 180 ناقص 3 ثيتا، تمام. بص ممكن نحسبها ازاي، يعني اقول 3 ثيتا اللي هي 3 في 30، يعني دي كانها جا 180 ناقص 3 في 30 ب90، في جتا 360 ناقص 2 ثيتا اللي هي 2 في 30 ب60، تمام، زائد ظا 2 ثيتا 2 في 30 ب60 مضروب في زتا ثيتا ناقص 180، مبدئيا هزود عليها 360 لان دي زاويه سالبه، فدي جا 180 ناقص 90 يبقى جا 90، 360 ناقص 60 يبقى جتا 300، تمام تمام، زائد ظا 60 مضروبه في هنا سالب 180 و360 هكتبها لك على جنب معذره، ادي زتا هتبقى ثيتا، سالب 180 و360 يبقى 180، يعني دي 180 زائد ثيتا، 180 زائد في الثالث والزتا موجبه وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها زتا ثيتا اللي هي زتا كام؟ زتا 30 طبعا لان زاويه ثيتا ب30. تعالى نحسب بقى، يلا ممكن تعمل دي زاويه منتسبه او ممكن تجيبها من على الاله مفيش مشكله اهو. الجا 90 بواحد وادي جتا، ال 300 هتبقى 360 ناقص 60 زائد ظا 60 بجذر 3 في الزتا 30، الزتا 30 بواحد على جذر 3 مقلوبه هيبقى جذر 3، 360 ناقص في الربع الرابع والجتا موجبه و 360 ما اتغيرش، يبقى دي كانها جتا 60 زائد جذر 3 بجذر 3 ب 3، جتا 60 دي بنص، يبقى نص زائد 3 يبقى 3.5، يبقى الناتج يا باشمهندس بالنسبه لي 3.5، يبقى انا كده مسالتي خلصت بامر الله. السؤال اللي بعده السؤال رقم 16، تعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول لي اذا كان ظا ثيتا ناقص 15 بيساوي زتا 2 ثيتا زائد ال 15، حيث ثيتا من 0 لباي على 2 اللي هي 90، الظا بتساوي الزتا، يبقى الزوايا دي اللي هي ثيتا ناقص ال 15 زائد 2 ثيتا زائد ال 15 بيساوي 90 زائد 180 نون. هو السؤال اللي فات معذرة، احنا قلنا 180 ولا 360؟ عشان هتفرق، لان كانت ظا وظتا، فيعني ايه لو فيها حاجه غلط انا يا ريت اكون وضحتها. اعتقد قلنا 180، المهم لو انا ما قلتهاش اعذرني بقى. ثيتا و2 ثيتا يبقى 3 ثيتا، ودي هتروح مع دي، هيساوي 90 زائد 180 نون، هقسم على 3 يبقى ثيتا بتساوي 30 زائد 60 نون. لما احط النون بصفر هتطلع الثيتا ب 30، لو حطيت النون بواحد هتطلع الثيتا ب 90، بس هو مش حاطط لي علامه يساوي عند ال 90 ولا قافل الفتره، يبقى دي مش معايا، يبقى الثيتا بكام؟ ب 30. يبقى انا كده عرفت ان الثيتا ب 30، تمام. بيقول لي بعد كده اثبت ان 1 زائد جا 270 زائد، بص 270 زائد في الرابع والجا سالبه وال 270 هتغير الجتا، يبقى دي سالب جتا 2 ثيتا، خليها مبدئيه على ادي 1 زائد 90 زائد في الثاني والجا موجبه و 90 هتغير الجا، يبقى دي جتا 2 ثيتا، ادي واحد وموجب في سالب بسالب جتا 2 ثيتا اللي هي جتا 2 في 30 ب 60 على، هيبقى ادي واحد زائد جتا 2 ثيتا اللي هي جتا 60، تمام. يبقى ادي واحد ناقص جتا 60 اللي هي بنص على، ادي واحد زائد جتا 60 اللي هي بكام؟ اللي هي بنص، واحد زائد نص بنص، وواحد زائد نص اللي هو بالنسبه لي 3 على 2 اللي هو 1.5، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى الناتج تلت. يبقى فعلا اثبتت له يا باشمهندس ان الناتج بيساوي كام؟ بيساوي تلت، تمام وجميل. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال 17، وتعالى نشوف بيقول لك ايه. بيقول لي اذا كان جتا ثيتا بتساوي 3 على 5، حيث الثيتا ما بين 360 من 270 360 يعني ربع رابع، فانت شاطر وعارف ان انا ايه بحب المثلث، ادي المثلث وادي الثيتا، الجتا مجاور ب 3 على الوتر ب 5 والفيثاغورس بدي ب 4، بس ما انساش ال 4 قصاد صاد السالبه، يبقى دي سالب، تمام. قيمه المقدار جا 180 ناقص في الربع الثاني والجا موجبه وال 180 ما اتغيرش، يبقى دي كانها جا ثيتا، زائد 90 ناقص في الاول كل الدوال موجبه وال 90 هتغير ازاي؟ يبقى زتا ثيتا، ناقص 270 ناقص في الربع الثالث والظا موجبه وال 270 هتغير الظا، هتبقى زتا ثيتا. فمبدئيا انا ممكن اشيل الزتا مع السالب زتا، فيفضل لي جا ثيتا، والجا ثيتا مقابل على وتر
يبقى سالب 4 على 5. يبقى فعلا يا باشمهندس اجابتي في السؤال ده سالب 4 على 5، ويبقى انا كده مسالتي خلصت بامر الله. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 18. بيقول لي اذا كانت باء عباره عن سالب 5 كاف وسالب 12 كاف، هي نقطة تقاطع الضلع النهائي الزاوية موجهة قياس سيتا في وضعها القياسي مع ليلة الوحدة، والسيتا ما بين 180 و270 يعني ربع ثالث. فبقول لي أوجد قيمة الكلام ده. طيب أنا ممكن أرسم مثلث وممكن أحل بسين تربيع زائد صاد تربيع، وأنا قلت لك لما يبقى المسألة كلها رموز الأحسن تحل بسين تربيع زائد الصاد تربيع بيساوي واحد. سالب 5 تربيع ب 25 والكاف هتبقى كاف تربيع. الصاد سالب 12 تربيع ب 144 وهيبقى كاف تربيع بيساوي 1. يعني 169 كاف تربيع بيساوي 1. هقسم على 169 وهنا على 169 يبقى الكاف تربيع 1 على 169. طيب يا باشمهندس هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر اشيل لك الاس يبقى كاف، الاس زوجي موجب او سالب. جذر الواحد بواحد وجذر 169 ب 13. بس انا شغال في الربع الثالث فاشاراتي سالب سالب، تمام؟ خلي بالك من النقطه دي. فناخد المره دي ان كاف موجب، بس هي دي الفكره. ادي الكاف هتبقى بواحد على 13. هتقول لي ازاي وانت بتقول لي سالب سالب؟ اقول لك عشان في اشاره سالب هنا. يبقى النقطه بقى بتساوي سالب 5 في 1 على 13 يبقى سالب 5 على 13، وهنا هيبقى سالب 12 على 13. خلي بالك دي هي الجا ودي كده الجتا. وانا ممكن اجيب الظا برضو، ازاي اقول الظا؟ احنا عارفين ان هي ص على س، يعني سالب 12 على 13 واقلب العلى فيه وشقلب دي يبقى سالب 13 على 5. دي هتروح مع دي، تمام؟ وسالب في سالب هيبقى موجب 12 على 5. يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس ان الظا كان ب 12 على 5. تعال نشوف المقدار. 90 ناقص في الربع الاول كل الدوال موجبه، وال90 هتغير القطع هتخليها ق. في 90 زائد في الربع الثاني والجاء موجبه وال90 هتغير يبقى دي جتا سيتا. خلي بالك ان دي كده داله في مقلوبها، فالناتج بتاعهم بواحد مبدئيا يعني. خلاص خلي بالك من النقطه دي، تمام يا باشمهندس؟ هنا 12 270 زائد في الرابع والظا سالبه، وال270 هتغير الظا يبقى دي سالب ظا سيتا، تمام؟ قلنا ق في جتا لان القا واحد على جتا، فداله في مقلوبها بواحد، وموجب في سالب بسالب 12، والظبط مقلوب الظا، الظابط 12 على 5 يبقى مقلوبها 5 على 12. فابدا اشيل دي مع دي يبقى 1 ناقص 5 سالب 4. يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس الاجابه بتاعتي سالب 4، ويبقى انا كده مسالتي خلصت بامر الله. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. سؤال 19 بيقول لي اذا كان جتا تربيع الفا ب 9 على 25. طيب مبدئيا انا اخد جذر هنا وجذر هنا، فالجذر هيشيل الاس يبقى الجتا الفا، جذر التسعه ب 3 وجذر 25 5. بس هو قال لك الفا ما بين ال 90 وال 180 يعني ربع تاني، ولازم يا باشمهندس في الربع التاني الجتا سالبه. ما هو انا المفروض اصلا اقول هنا موجب او سالب لان الاس زوجي، وطالما انا في الربع التاني يبقى الجتا سالبه، يبقى جتا الفا بتساوي سالب 3 على 5. انا ما خدتش الجذر هنا 5 تاني، خدت الجذر يمين وشمال، الجذر شال الاس جتا الفا، الاس زوجي موجب او سالب، جذر 9 3 جذر 25 5. طالما انا في الربع الثاني فالجتا سالبه يبقى الجتا بسالب 3 على 5. فما تيجي نرسم مثلثها او الربع الثاني اهو، الجتا مجاور ب 3 على الوتر ب 5 منفصل الاس دي ب 4، دي على السين السالب يبقى سالب، ده ال 4 قصاد صاد الموجب يبقى هي موجب. خلاص فهو بيقول انا عايز منك قيمه 25 في جا الفا، الجا مقابل على وتر يبقى 4 على 5 ناقص 4 في زتا الفا. طب ما تيجي نجيب الزا الفا، الزا مقابل على مجاور 4 على سالب 3 يبقى سالب 4 على 3، يبقى مقلوبها سالب 3 على ال 4، تمام؟ هنا على 5 فعل 1 على 5 فعل 5، 5 في 4 ب 20، سالب في سالب بموجب، وال 4 تروح مع ال 4 يفضل لك 3، يبقى 20 زائد 3 ب 23. يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس بكل بساطه بتساوي كام؟ بتساوي 23. السؤال يا باشمهندس اللي بعده السؤال رقم 20. بيقول لي إذا كان ظا ألفا بثلاث أرباع حيث ألفا أصغر زاوية موجبة، هتسأل نفسك سؤال بسيط أوي. الظا موجبة فين؟ فهتقول لي في الأول والتالت. قال لك أصغر زاوية موجبة يبقى أنت في الربع الأول، يبقى أنت هترسم مثلث الألفا أهو، أدي الزاوية ألفا. الظا مقابل على مجاور من فيثاغورس دي بخمسة، يبقى دي كده ما يخص الألفا. بيقول لي الظا بيتا بخمسة على 12 حيث البيتا ما بين 180 و270 يعني ربع تالت. فانت يا باشمهندس هترسم مثلث البيتا
في الربع الثالث. الظاء مقابل على مجاور. ده على السين السالب يبقى سالب، ده صاد، صاد السالب يبقى سالب. 12 5 من فيثاغورس ب 13، كلام جميل جدا. بيقول انا عايز منك الدوله المثلثيه لكل من الزاويتين الفا وبيتا. تمام، تعال نجيب الجا الفا مقابل على وتر 3 على 5، تعال نجيب الجتا الفا مجاور على وتر 4 على 5، تعال نجيب الظا الفا مقابل على مجاور 3 ارباع، تعال نجيب القتا اللي مقلوب الجا 5 على 3، تعال نجيب القا اللي هي مقلوب الجتا 5 على 4، تعال نجيب الظتا اللي هي مقلوب الظا ب 4 على 3. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت الزوايا كلها بتاعه الالفا. تعال للبيتا، تعال نجيب الجا بيتا مقابل على وتر سالب 5 على 13، تعال نجيب الجتا بيتا سالب 12 على 13، تعال نجيب الظا بيتا ب 5 على 12 لان هي معايا، تعال نجيب القتا بيتا اللي هي مقلوب دي يبقى سالب 13 على 5، تعال نجيب القا بيتا اللي هي مقلوب دي يبقى سالب 13 على 12، تعال نجيب الظتا بيتا اللي هي تبقى 12 على 5. خلاص، يبقى انا كده يا باشمهندس طلعت كل الزوايا المطلوبه مني بمقلوباتها كمان. تمام، هل فيها اي مشكله؟ باذن الله سهله وما فيهاش مشكله. بيقول انا عايز منك قيمه جا الفا جتا بيتا. جا الفا ب 3 على 5 وجتا بيتا بسالب 12 على 13 ناقص جتا الفا ب 4 على 5 في جا بيتا بسالب 5 على 13. 3 في سالب 2 يبقى سالب 6 و5 في 13 ب 65، سالب في سالب بموجب و4 في 5 ب 20 و5 في 13 ب 65. طيب تعالى كده، دي 12 صح؟ 3 في سالب 12 بسالب 36، تمام كده. فكده المقام ب 65 وسالب 36 وموجب 20 يبقى سالب 16، يبقى سالب 16 على 65 يا باشمهندس، ويبقى انا كده سؤالي خلص. خلاص، هو ده كده يا باشمهندس ما يخص السؤال 20. هنقطع شويه ورق ونكمل برضو بامر الله. رقم 21 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان الجا الفا ب 3 على 5 حيث الالفا ما بين الباي على الاثنين اللي هي 90 والباي اللي هي 180، يعني ربع ايه؟ ربع تاني. خلاص ما تترددش وارسم المثلث بتاع الالفا في الربع التاني. الجا مقابل على وتر من فيثاغورس بدي باربعة، بس ما تنساش دي على محور السينات السالب يبقى دي سالب 4. بيقول لي 13 جتا بيتا ناقص 5 بيساوي 0، هنودي دي الناحية التانية، يعني 13 جتا بيتا بيساوي 5. هقسم هنا على 13 وهنا على 13 دي هتروح، فهتطلع إن الجتا بيتا ب 5 على 13. وقال لك من ما بين ال 3 باي على 2 270 و 2 باي اللي هي 360، يعني ربع رابع. كلام جميل. هنبدأ نرسم المثلث في الرابع الرابع وادي بيتا. تمام، بص يا باشمهندس الجتا مجاور، فالمجاور هنا بالنسبة لي 5 على الوتر ب 13 من فيثاغورس دي ب 12، بس ده قصاد صاد السالب يبقى لازم هنا إشارة سالب. تمام، بيقول لي جتا ألفا مجاور على وتر سالب 4 على 5 في جتا بيتا مجاور على وتر ب 5 على 13 زائد جا ألفا الجا 3 على 5 في الجا بيتا مقابل على وتر سالب 12 على 13. سالب 4 في 5 بسالب 20 و5 في 13 ب 65 موجب في سالب بسالب، 3 في 12 ب 36 على 65. المقام متوحد ب 65، سالب 20 وسالب 36 يبقى سالب 56 على 65، ويبقى انا كده سؤالي خلص يا باشمهندس ومفيش فيه ادنى مشكله. السؤال بعد يا باشمهندس السؤال رقم 22 بيقول لي 25 جا الفا زائد 24 بيساوي صفر، ده هتروح يبقى 25 جا الفا بيساوي سالب 24، هنا على 25 هنا على 25 ده هتروح يبقى الجا الفا بسالب 24 على 25. تمام، دي كده بالنسبه لي الجا الفا. وقال لك يعني ما بين ال 180 وال 270 ربع ثالث، فانت لازم ترسم مثلثها بالشكل ده في الربع الثالث. الجا مقابل ب 24 على الوتر 25 ودي سالب. طب من فيثاغورس الضلع ده هيطلع بسبعة، تمام، بس ده على السين السالب يبقى لازم سالب سبعة. خمسة ظا بيتا زائد 12 بيساوي صفر، ده هتروح يبقى خمسة ظا بيتا بيساوي سالب 12، هنا على الخمسة وهنا على الخمسة ده هتروح يبقى ظا بيتا بسالب 12 على 5، ودي موجودة في حيث بيتا أكبر زاوية موجبة. تمام، ركز معايا، هو دلوقتي أنا طلع لي إن البيتا ما بين الصفر و 360، وانا اصلا طلعت البيتا يا باشمهندس بالنسبه لي بسالب 12 على 5. تمام،
طب ايه معنى كلمة زاوية موجبة؟ هقول لك. انت تسأل نفسك سؤال، هي الظاء سالبة فين؟ برافو عليك، في التاني والرابع. بس هو قال لك اكبر زاوية، يبقى انت في الربع التاني الرابع. خلاص خلي بالك من النقطة دي. يبقى انا مش مهندس، المثلث بتاعي في الربع الرابع بتاع البيتا، ومعايا الظاء اللي هو مقابل ب 12 على مجاور ب 5 منفصل وسالب ب 13، بس ده قصاد محور الصادات السالب، يبقى دي سالب. تمام، يبقى انت كده ظبطت الدنيا. فبيقول لي جا 180 زائد الف، 180 زائد في الثالث والجا سالبه و180 ما اتغيرش، يبقى دي سالب جا الف. 180 ناقص في الثاني والجا تا سالبه، يبقى في سالب، وال180 ما اتغيرش ودي يبقى جا تا بيتا، يبقى سالب جا الف، ادي سالب اهو، والجا الفا مقابل على وتر يعني سالب 24 على 25، ادي السالب اهو، الجا تا بيتا مجاور على وتر يبقى 5 على 13، سالب في سالب يبقى دي 24 على 25 ناقص 5 على 13. خلاص، هو الرقم شكله غريب شويه، بس تعالى نشوف هو بكام. 24 على 25 ناقص 5 على 13 ب 187 على 325. 187 على 325، دي كده رقم واحد. رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي قطع 180 زائد الف، 180 زائد في الثالث والقطع اللي هي مقلوب الجا سالب، يبقى في اشاره سالب، وال180 ما اتغيرش يبقى دي سالب قطع الف. 90 ناقص في الربع الاول كل الدوال الموجبه، وال90 هتغير الزتا يبقى ظا بيتا، ناقص ق 360 زائد، خلي بالك 360 زائد انت دخلت الربع الاول وكل الدوال الموجبه، وال360 ما اتغيرش يبقى دي سالب ق الف. ما انت زودت على 360 يعني انت رجعت الربع الاول تاني. تمام، ظا 360 ناقص 360 ناقص في الرابع والظا سالبه، وال360 ما بتغيرش يبقى دي كانها ظا بيتا. تمام تمام يا باشمهندس، ادي السالب اهو، القطع مقلوب الجا، واحنا جايبين جا الفا بسالب 24 على 25، يبقى مقلوبها سالب 25 على 24 في الظا بيتا. الظا بيتا اعتقد هي معانا اصلا بسالب 12 على 5 عشان ما ندورش كتير. سالب في سالب هيبقى موجب، السالب ده في السالب هيبقى موجب، فده كأنك مش شايفهم. القاء الفا، القاء مقلوب الجتا، وجتا الفا بسالب 7 على 25، سالب 7 على 25 في الظابيتا، الظابيتا اللي احنا برضو لسه جايبينها بسالب 12 على 5. يبقى هي دي الحسبه يا باشمهندس اللي احنا هنعملها. معذرة احنا كنا كاتبين القاء اللي هي اصلا يا باشمهندس المفروض مقلوب الجتا بسالب 7 على 25، لا هي هتبقى سالب 25 على 7، لان يا باشمهندس القاء مقلوب الجتا، فانا جبت الجتا بسالب 7 على 25 يبقى مقلوبها سالب 25 على 7. خلاص تمام جدا وزي الفل. يبقى انا معايا سالب اهو، تمام، ركز بقى في الاشارات، في كمان سالب يبقى موجب، في كمان سالب تبقى سالب، يبقى دي سالب. تمام، يبقى 25 في 12، 25 في 12 ب 300، يبقى دي سالب 300 على 5 في 24، 5 في 24 ب 120. تمام قوي زي الفل. بص معايا، احنا دلوقتي دي جبنا موجب، تمام تمام، انت عندك اصلا سالب في سالب وموجب، عملناها موجب مفيش فيها مشكله. انا معايا الظا بيتا بسالب 12 على 5، تمام، دي سالب ظا بيتا، والمفروض ده هي سالب ق الفا، فالمفروض يبقى سالب في سالب بموجب. تمام، وانا طلعت القاء اللي هي مقلوب الجتا الفا بسالب 25 على 7، والظا بيتا يا باشمهندس اللي هي هتبقى بالنسبه لي بسالب 12 على 5، يبقى دي سالب 12 على 5. تمام، هي دي كانت هتبقى سالب في سالب بموجب، ودي سالب في سالب بموجب، فالمفروض ان هي تتحول معايا لايه؟ لموجب يا باشمهندس. خلاص، يعني المفروض ده هي موجب، ليه؟ لان دي سالب في سالب، فدي 25 في 12، 25 في 12 ب 300 على 5 في 7 ب 35. خلاص، هي دي كده يا باشمهندس المفروض الحسبه بتاعتنا. خلاص، يبقى انا بالنسبه لي هنا كان سالب 25 في 12 بقى 300 على ال 24 في 5، وهنا 7 في 5. تعالى بقى نشوف الكلام ده بيساوي كام. سالب 300 على 120 اللي هي سالب 5 على ال 2 زائد 300 على 35 تطلع ب 85 على 14، يبقى الحسبه دي ب 85 على ال 14 يا باشمهندس، دي كده رقم 2. المشكله بس ان في رقم 3 فهنعملها في ورقه هنا، مفيش ادنى مشكله باذن الله. ركز كده، احنا هنسيب دي معانا عشان بس الزوايا، وهنبدا نعمل رقم 3. بيقول لي يا باشمهندس، بيقول لي قطع 90 زائد الفا، 90 زائد في الثاني والقطع مقلوب الجا، والجا في الثاني موجبه، و90 هتغير القطع يبقى ق الفا.
في 270 زائد في الرابع والزطا هتبقى سالبة، وال 270 هتغير يبقى سالب ظابط في 270 ناقص في الثالث، والظا مجبر 270 هتغير يبقى زطا الف في 270 زائد في الرابع والقطع مقلوب الجا، والجا في الرابع سالبة، وال 270 هتغير القطع هتخليها قا بيتا. خلي بالك عندك سالب في سالب بموجب، فالاشارات دي ما تشغلناش. تعال بقى نجيب القا الف. القا مقلوب الجد، فسالب 7 على 25 هقلبها يبقى سالب 25 على 7 في الظا بيتا اللي هي سالب 12 على 5، دي جاهزه معانا، في الزتا الفا. الزا الفا سالب 24 على سالب 7 اللي هي 24 على 7، يبقى مقلوبها 7 على 24 في القا بيتا. القا مقلوب الجتا، جتا بيتا ب 5 على 13 يبقى مقلوبها 13 على 5. خلاص هي دي الحسبه، 5 في 5 ب 25 فممكن تطير مع ال 25، وسالب في سالب بموجب هيطير، و7 مع 7 هتطير، وعلى 12 فعل 1 على 12 فعل 2 يبقى المفروض الكلام ده ب 13 على 2 اللي هو 6.5 بس كده. دي سهله في الحسبه بتاعتها لان كلها ضرب، يبقى انا يا باشمهندس حسبت كل ما يخص السؤال ده بكل سهوله وبساطه. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. سؤال 23 بيقول لي اذا كان الضلع النهائي للزاويه التي قاسها 90 ناقص ثيتا، دي مهمه قوي قلناها في حل الاخطر. احنا عارفين ان دي جتا ودي جا، صح؟ لو الزاويه اسمها ثيتا هقول جتا ثيتا، طب الزاويه اسمها 90 ناقص ثيتا، يبقى الاول ده اسمه جتا 90 ناقص الثيتا هيساوي الاول اللي هو 5 على 13. 90 ناقص في ربع الاول كل الدوال الموجبه 90 هتغير الجتا، يبقى الجا ثيتا ب 5 على 13. وقال لك ان الثيتا في الربع الاول، خلاص ارسم مثلثك في الربع الاول، ادي الزاويه ثيتا مقابل ب 5 وتر ب 13 في صفر سي دي ب 12. تمام بس على فكره انت خلصت مسالتك بجد. اه والله يا باشمهندس. تمام وزي الفل. هات لي الجا ب 5 على 13، هات لي الجتا مجاور على وتر 12 على 13، هات لي الظا يبقى مقابل على مجاور 5 على 12. جميل جدا. طيب تعالى نروح يا باشمهندس للمقلوبات، يبقى قتا وقا وظاظا. القتا مقلوب الجا يبقى 13 على 5، القا مقلوب الجتا يبقى 13 على 12، الظا يبقى دي 12 على 5. خلاص يبقى هي بالنسبه لي هي دي كده النسب المثلثيه اللي هو عايز يطلعها يا باشمهندس، الفكره كلها في الزاويه دي. تمام تعال نخش الاشكال اللي احنا اصلا حلينا منها من اخطر كتير جدا جدا وقلنا افكارها لذيذه. بص يا باشمهندس بيقول لي ا ب ج د شبه منحرف. تمام. قياس زاويه ا بتساوي زاويه د بتساوي 90، يعني دي بتساوي دي بتساوي 90. ج د ب 6 د ا ب 12 ا ب 11، عايز مني الجا ثيتا. تمام. ده يا باشمهندس دلوقتي المفروض ايه؟ المفروض ان هو شبه منحرف، فانا عايز اعمل مثلث قائم. تمام. فما فيش حل ان اعمل مثلث قائم الا ان انا انزل من هنا بعمودي، يعني الزاويه دي تبقى بكام؟ ب 90. فطبعا ده 12 هتبقى دي ب 12 بالعقل، ودي 6 هتبقى دي 6. طب ما دي كلها 11، خدت منها 6 سمي النقطه دي مثلا ه، خدت منها 6 يبقى دي 5، ما دي 12 دي 5 من فيثاغورس دي بكام؟ ب 13. كلام جميل جدا. يعني انا العمل رسمت ج ه، بس الزاويه دي اصبحت ايه؟ اصبحت ده 90 ودي حته اهي مثلا الفا مثلا. يعني بالنسبة لي إن زاوية ثيتا بتساوي 90 زائد بالألفا. طب ما أنا مش مهندس عايز الجا ثيتا، أدي الجا، والثيتا 90 زائد ألفا، يعني هشيل الثيتا وأحط 90 زائد ألفا. 90 زائد في الربع التاني والجا موجبها وال 90 هتغير الجا هتبقى جتا ألفا. يبقى حسبة المسألة دي كلها جتا ألفا. طب ما هو جتا ألفا مجاور على وتر اللي هو 12 على 13. بس أنا خلصت. بجد وحياة ربنا خلصت، ايه المشكلة؟ تاني نزلت بعمود فدي ب 90 فده أصبحت 90. طب هو عايز دي ثيتا كلها، سميت ده ألفا، يبقى زاوية ثيتا أصبحت ال 90 زائد الألفا أهي. رسمت المثلث ده ب 12 لأن دي 12 ودي كلها 11، الحتة دي قصاد اللي فوق 6 يبقى فاضل هنا 5 يبقى دي 13. جبت دي من الزوايا المنتسبة تطلع جتا ألفا، جتا ألفا ب 12 على 13، يبقى أنت كده سؤالك خلص مفيش فيه مشكلة. خلاص تعال نشوف السؤال ال 25 والاخير معانا في حصه النهارده. بيقول لي ا ب ج د المربع، بيقول لي 2 من د واو بيساوي واو ج، يعني لو قلت د واو على واو ج ما رجعش فاضي، يبقى الاب 1 على الاثنين، 1 على الاثنين، يبقى د واو نسبتها 1 وواو ج نسبتها 2. تمام. خلي بالك ان ده مربع،
فكده طول الضلع 3، يبقى اي ضلع نسبته 3، يعني الضلع ا ب نسبته 3، الضلع ب ج نسبته 3، الضلع ا د نسبته 3. تمام جدا زي الفل. طب مش ده مربع؟ اه. يعني كل زوايا كام؟ 90. يعني الزاويه دي هي كام؟ 90، والزاويه دي برضه 90، ودي 90، واكيد اللي تحت دي كام؟ 90. تمام. هو عايز مني هنا يا باشمهندس زاويه سيتا. طيب نركز، نركز يا باشمهندس. انا دلوقتي يا باشمهندس عندي ده مربع، يبقى كل الاضلاع مالها؟ متوازي. يعني الضلع ده بيوازي ده، يعني اذا يا باشمهندس الزاويه ده بتساوي الزاويه دي بالتبادل. تمام. طيب مش دي 90 ودي 90؟ اه. شايف الشكل ا ب ه وليكن واو؟ تمام يا باشمهندس. انا بالنسبه لي ان الشكل ده رباعي، فمجموع زواياه كام؟ 360. معايا 90 و90 180، يبقى اكيد الزاويتين ده هم بكام؟ ب 180. يعني مثلا سمي دي الفا، فاكيد دي برضو الفا، يبقى سيتا زائد الفا اهو، سيتا زائد الالفا بيساوي 180. حلو. انا عايز السيتا ودي الالفا الناحيه الثانيه، يبقى السيتا بتساوي 180 ناقص الالفا. طب هو خد القطع، خلاص يبقى اقول له قطع سيتا، واخد برضو هنا القطع. تمام. القطع مقلوب الجا، 180 ناقص في الثاني والجا موجبه، يبقى القطع موجبه. ال 180 ما اتغيرش، يبقى هي بتساوي القطع الفا. يبقى انا وصلت ان قطع سيتا بتساوي جتا الفا. طب ما تيجي القطع نجيب الجا الفا الاول. ادي الجا الفا، الجا الفا هجيبها من المثلث ب واو جي. تمام. الجا مقابل اللي هو ب 3 على وتر ب واو. طب ما تيجي نحسب ال ب واو من الفيثاغورس. يلا بينا. ادي جذر 2 تربيع زائد 3 تربيع. ادي جذر 2 تربيع ب 4 و 3 تربيع ب 9، يعني جذر 13. يبقى الجا الفا ب 3 على جذر 13، يبقى اذا القطع الفا بجذر 13 على 3، لان هي مقلوبه فعلا. جذر 13 على 3 هي دي الاجابه بتاعتي. خلاص. قلنا دايما بندور على الزوايا اللي قد بعض يا باشمهندس اللي هتفيدني بامر الله. كده يبقى احنا الحمد لله يا باشمهندس خلصنا مقالي درس الزوايا المنتسبه بالكامل الحمد لله. انا كنت حلل المقال الجديد السنه اللي فاتت، طب حليته ليه تاني يا باشمهندس؟ لان هم اختزلوا اسئله. تمام. في اسئله كانت مكرره وافكارها مكرره فهم شالوها. فانا دايما بحب اواظب على هنا على القناه ان الحل يكون جديد اول باول، فانت كده الحل جديد اول باول بنفس الاسئله اللي موجوده في كتاب السند بامر الله. خلاص كده يا باشمهندس يبقى الحمد لله خلصنا اختر بالكامل 60 مقالي بالكامل، مستويات عليا هتلاقيها السنه اللي فاتت، دي مش هعيدها بقى تاني لان هي نفس الاسئله. هفضل لنا بقى الاختبار التراكمي الموجود في كراسه المعاصر الجزء الخاص بالامتحانات، ويبقى احنا كده خلصنا الدرس ده بالكامل. هتعمل ايه يا باشمهندس؟ ان شاء الله بعد الدرس ده هدخل على الدرس الثاني في الوحده الرابعه هندسه اللي هي نظريه تاليس. قلنا هناخد نظريه تاليس بامر الله وهنرجع للجبر ثاني اللي هو درس اشاره الدال. خلاص كده يا باشمهندس يبقى الحمد لله وصلنا لاخر حصه النهارده. اتمنى ان اكون قد افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميه رياضيات، وشكرا جدا.